بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا مرحبا بكم من جديد في لقاء جديد مع ملوك الصالات. الحقيقه النهارده احنا مش طالعين نغطي ماتش او طالعين نغطي لقاء، ولكن طالعين نحتفل ونكرم فريق الحقيقه بقاله سنتين يعني عامل انجازات كبيره وشغل يعني كان توج ببطولات. الحلو ان انت تبقى بتشتغل وفي الاخر بتتوج ببطوله في الاخر. الاول انا هبتدي معاكم بخبرين او خبر مهم، وبعد كده طبعا هنطلع على تقرير سريع، تقرير مصور عن الفريق، وبعد كده نرجع طبعا نستقبل ضيوفنا. طبعا ضيوفنا هيكونوا الفريق الاول للكره السله سيدات. الحقيقه الفريق ده العام الماضي نافس بقوه على كل البطولات، خد دوري المرتبط، نافس بالدوري، وكان هو يعني مش عايزين نقول كان الاقدر والاحق لانه كان سابق المنافس نادي سبورتنج، وبعد كده تم التعادل، وبعد كده لعبوا مباراه فيصل فقدوا فيها الدوري، ولكن دوري المرتبط والكاس فازوا بيه. السنه دي نفس الكلام، بادئين بدايه كويسه، ولكن الاختلاف كان في السنه دي ان لو فصلنا نتائج المرتبط عن نتائج الدرجه الاولى على الفريق الاول، كان الفريق الاول برضه متصدر الدوري بنتائجه، يعني لعب 17 مباراه ما خسرش غير مباراه واحده. نفس الكلام المرتبط، يعني لما حطوا النتيجتين على بعض طبعا توج النادي الاهلي بطل المرتبط، ولكن لو فصلنا المرتبط فريق 16 سنه هو بطل عمره او المرحله السنيه دي، وفي نفس الكلام بالنسبه للدرجه الاولى هو بطل مرحلته. فكانت دي اول يعني حاجه جديده حصلت السنه دي في فريق السله للسيدات. طبعا فريق السله بيقوده الكابتن هاب الالفي، واحد طبعا من اكفأ المدربين الموجودين في مجال الباسكت، وكمان لما مسك فريق السيدات برضه دفع قويه جدا في مجموعه من اللاعبات كويسين جدا جدا، والحقيقه ثبتوا نفسهم في اعمار سنيه مختلفه. خلينا هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله لما نستضيفهم. خليني في الخبر اللي انا عايز اقوله، ان فريق كره اليد او المنتخب الاول لكره اليد بيشارك في بطوله في فرنسا. الحقيقه اهميه البطوله دي ان مصر تستعد لبطوله الامم الافريقيه لكره اليد، فطبعا كان مناسبه جدا ان هم يطلعوا بطوله في يناير، اول يناير لكره اليد. الحقيقه بتقام في فرنسا، اسمها ريجاس دومي. البطوله دي اهميتها ان مصر هتلاعب ثلاث فرق من اقوى الفرق، يعني هتلاعب الدنمارك يوم 4 يناير، مصر وفرنسا يوم 6 يناير، مصر والنرويج يوم 7 يناير. الحقيقه ثلاث فرق من اقوى الثلاث فرق في اوروبا، بينضم ليهم مصر اربع فرق. البطولات دي بيسموها يعني 3 or 4 days tournaments، بيسموها البطولات 3 او 4 ايام. المنتخب مصر بيشارك في البطوله دي استعدادا طبعا لبطوله افريقيا. كل التوفيق لمنتخب اليد طبعا كابتن هشام نصر طبعا رئيس الاتحاد في اول مهمه ليه مع المنتخب، كل التوفيق ان شاء الله ليه. سريعا هنروح دلوقتي لتقرير عن الفريق الاول او في او عن الفريق الاول سيدات لكره السله، وهنرجع طبعا نرحب بضيوفنا اللي هينضموا لنا في الاستوديو. لحظات وارجع لحضراتكم تاني. استطاع فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرته على السيطرة على اللعبة في مصر بعد الأداء والنتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني. للعام الثاني على التوالي سيدات الأهلي أثبتن قدرتهن على الفوز بالبطولات، فبعد أن توج الفريق في الموسم الماضي بلقب بطولتي دوري المرتبط وكأس مصر، نجح الألفي في قيادة فريقه للحفاظ على بطولة دوري المرتبط، مؤكدا رغبته القوية في الفوز بالثلاثية المحلية وهي كأس مصر والسوبر إلى جانب دوري المرتبط. سيدات الأهلي حسموا بطولة دوري المرتبط هذا الموسم بدون هزيمة، حتى تعرضوا لأول خسارة على يد فريق سبورتنج في مباراة كانت بمثابة تحصيل حاصل. بالنظر إلى نتائج الفريق قد يعتقد البعض أن المنافسة كانت سهلة أو غير متكافئة، ولكن الواقع كان مغايرا، حيث أن فتيات الأهلي واجهن فرقا عديدة وقوية هم سبورتنج والشمس وهليوبوليس خلال الدورة المجمعة النهائية لدوري المرتبط، ونجحن في فرض شخصيتهن وأسلوبهن على منافسيهن. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا سريعا تعريف سريع بالفريق الاول لكره السله سيدات. طبعا
في البدايه احب ارحب بضيوفي، احب ارحب بالكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن عايز. نورنا في الاستوديو. الله يخليك. الف مبروك على البطوله. الله يبارك فيك. ان شاء الله تكون ضيفنا دايما في التكريمات يا رب. يا رب ان شاء الله. معايا كابتن الفريق يعني المكوك اللي ليه دور كبير في الفرقه جوه وبره وعلى البنش في كل حته هتلاقيها معانا، دينا عمرو كابتن الفريق. ازيك يا كابتن؟ اهلا بحضرتك. مش هيصه ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك. معانا احسن لاعيبه ارتكاز في مصر مركز 5 ولاعيبه ما شاء الله طالعه بسرعه الصاروخ، ترمومتر الفريق لما بنلاقيها فوق الفرقه كلها بتبقى فوق، سكورر تلاقيها، ريباوندر تلاقيها، فاست بريك تلاقيها. معايا ومعاكم نور علي طلعت. ازيك يا نور؟ حاضر. منورانا. ميرسي. يعني خمسيه مصر دي ما بهزرش انا. ميرسي لحضرتك. معانا طبعا شوتت الفريق وشوتر الفريق اللي طبعا يعني ليها دور كبير جدا برضو دفاعيا وهجوميا خاصه في التصويبات الثلاثيه. معايا سهيل هشام. ازيك يا سهيل؟ ازي حضرتك يا كوتش؟ منورانا في الاستوديو. ميرسي. يمكن ابتدي كابتن ايهاب، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. بطوله غاليه علينا وبطوله غاليه على النادي كله، جايه في اول الموسم طبعا ليها مدلول كبير. تحب تقول ايه بعد الكاس ده؟ طبعا الحمد لله. يعني اولا انا ببارك لكابتن حمدي الصافي وفريق كره الطايره انسات، هو افتتح البطولات بالبطوله العربيه فببارك لهم واحييهم. بس انتوا حاسمين البطوله قبليهم. بس احنا حسمنا فعلا البطوله قبليهم. فاكر ازاي؟ مظبوط. احنا فعلا حسمنا البطوله قبليهم بيوم. الحمد لله. يعني بطوله المرتبه السنه دي بطوله قويه، البنات تعبوا جدا وعملوا بطوله كبيره. الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز ب 17 مباراه زي ما وضحت في التقرير الاولاني. يعني الحمد لله بسكور كويس واداء كويس، اداء ونتيجه، باستثناء اخر مباراه اللي هي كانت تحصيل حاصل. ف يعني كنت اتمنى ان هم يظهروا بالشكل اللي لعبوا بيه 17 مباراه، لكن هم الحمد لله ادوا اداء. بس الاول اول سنه كابتن ايهاب بالحقيقه تبقى فريق، لو فصلنا نتائج المرتبط عن الدرجه الاولى، كل فريق سواء الاول او المرتبط واخد كل ماتشاته. بص او واخد يعني واخد اعلى نقط. الحمد لله احنا فرق بيننا وبين سبورتنج الثاني نقطتين حتى بعد الخساره، يعني قبل الخساره احنا كنا الدرجه الاولى بس فارقين 4 نقط، الصغيرين كانوا فارقين نقطه عن سموحه، لان سموحه هو الثاني في المرتبط. مش سبورت. مش سبورت. فهم ستارز انا بحييهم وببارك لهم، هم كسبوا، هم اول مرحلته في ستارز سنه، واحنا الدرجه الاولى الحمد لله احنا اول في الدرجه الاولى اول مرحله، فبالتالي لما نجمع النقط على بعض بقى في فرق 7 نقط بيننا وبين نادي سبورتنج. يعني الحمد لله كنا مخلصين قبل اخر مباراتين، يعني قبل ماتش سبورتنج وقبل ماتش هليوبلس كنا رسميا احنا بطل المرتبط. ده اللي فارق عن السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت خسرنا مباراتين، خسرنا من سموحه وخسرنا من سبورت. السنه دي الحمد لله خلصنا قبل ما نخسر حاجه خالص باستثناء اخر مباراه. فده كان الانجاز، لان احنا الحمد لله كسبنا كل الفرق، كسبنا يعني مثلا كابتن هيثم سبورتنج. مباراه سبورتنج قبلها كان في اسكندريه، مباراه قبل المباراه دي. دي كانت احلى مباراه في وكان السكور عدت 90 نقطه في الفريق. مظبوط. كنا 86-79. دي يعني شهاده كل الناس اللي متابعه الباسكت بول، كانت احسن وامتع مباراه 86-79. كانت يعني فيها باسكت بول. قالوا لي عليها فعلا مباراه هايله جدا، كان فيها باسكت بول على مستوى عالي دفاعيا وهجوميا، وكان فيها بقى كل الناس موجوده. يعني النادي الاهلي كله بلا استثناء كابتن حسن كان موجود في اسكندريه. صحيح. كل الناس بلا استثناء، كابتن عاصم السعدية مدير الشوط الرياضي، كابتن اشرف الفار مساعد مدير الشوط الرياضي موجود، كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين موجود، كابتن نبيل طبعا موجود عشان الفريق مرتبط موجود، كابتن طلال غنام موجود. صحيح. فريق الدرجه الاولى اولاد كان كله موجود بفرق المرتبط. فده كانت الجمال، ان كل النادي كان دي مباراه فاصله ومهمه جدا عشان نرجع القاهره واحنا عندنا فرق في النقط يريحنا في الدوره المجمعه الثانيه. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. دينا قولي لي بقى، انت البطوله دي ما شاء الله بقى لكم سنتين ثلاثه ماشيين كويس جدا. الحمد لله. البطوله دي كانت مهمه، يعني مهمه في اهميتها في ايه؟ اولا طبعا هي دي ثالث سنه على طوالي الحمد لله احنا بناخدها. تاني حاجه عشان
يعني نوصل مسج كده من اول السيزون ان باذن الله احنا ناويين نعمل حاجه السنه دي كويسه قوي. الدوري سوبر ان شاء الله، ان شاء الله السنه دي مش هيعدي زي السنه اللي فاتت، وباذن الله برده احنا خدنا كاس مصر السنه اللي فاتت، فان شاء الله برده السنه دي احنا ناخده. فهي كانت من الاول كده يعني احنا كنا عايزين ان احنا نبدا بدايه جامده ان احنا نكمل عليها السيزون كله، ربنا يكرمنا. يعني قولي لي انت يعني من اللاعبات القليلات اللي بلاقيهم يعني بيحبوا يدافعوا، يعني كل الفرقه كويسه بامانه، انا شايفك بتبصي ازاي. لا بس انت يعني من النوع اللي هو يعني بينزل عايز يعمل فرق في الدفاع، يبقى في يعني حماس وفي لعب بقوه حتى لو الفرق كبير، ما تبصيش للسكور ده. يعني الموضوع ده انت شايفاه مؤثر ولا في ناس كتير بتقول لك الدفاع ما بياكلش عيش؟ خلينا نتكلم بامانه، اكيد شايفاه مؤثر وليه بتتكع على الموضوع ده؟ لا هو طبعا الديفنس عامه ده مهم جدا، ده احنا حتى كابتن ايهاب والسيستم بتاعنا هو مش بيهمه الاوفنس على قد ما هو بيهمه الديفنس. فحتى احنا لا يعني لما بنيجي نلعب اي جيم بيبقى لازم في بريشر عالي قوي، بقى عندنا كذا خطه بنلعب بيها لازم نعمل ديفنس فيها كويس. فلا ما ينفعش ما يبقاش الديفنس مش كويس او هو مش بياكل عيش زي ما الناس بتقول، بس لا هو مفتاح لعب كبير قوي. وانت حاسه بقيمه ده، وده على فكره كلام مظبوط، لان يعني المكسب بيبتدي من الدفاع. هي دي حقيقه. هنشوفك في المنتخب امتى دي؟ والله يا كوتش هيثم انا طول عمري في المنتخب الحمد لله، فمش حاجه يعني كوكرا. الحمد لله كده كده بس انا سمعت ان الحمد لله المواضيع قربت والجهاز بدا يكلمك الفني. لا والله كده كده الحمد لله انا مع يعني مع كابتن ايهاب كده كده عملت فتره اعداد الحمد لله السنه دي كانت كويسه قوي. بس الناس قالت لك انت تستحق تكون في المنتخب، انا اول واحد قلت. والله يا كوتش هيثم اكيد الحمد لله، بس يعني كده كده مش حاجه الحمد لله هتقلل مني ولا هتقلل من اي حاجه حصلت قبل كده. بس المنتخب اكيد شرف كبير. اكيد طبعا انا اكيد نفسي ابقى فيه، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. على فكره مش مجامله ليكي عشان انت بنت النادي الاهلي او حاجه، بس انت تستحقي تكوني في المنتخب، وانا واثق ان الجهاز الفني المنتخب طبعا تالي كابتن عمرو عاشور هو المدير الفني صح ولا انا؟ السنه اللي فاتت كان هو المدير الفني، مش عارفين هو بس انت حقيقه تستحق تكون هناك ان شاء الله. ان شاء الله ده شرف ليا طبعا، يعني بتأدي دور كبير جوه الملعب وبره الملعب باذن الله يا كوتش. طب انت البطولات اللي جايه بالنسبه لك، احنا لسه عندنا ان شاء الله دوري السوبر وبعد كده الكاس او بطوله الكاس، وبعد كده عندنا ما اعرفش اذا كان كابتن ايهاب هيشارك في بطوله عربيه في الاولمبي او بطوله ان شاء الله هتعمل في الاولمبي. يعني عندكم طمع في البطولات ولا حاسين ان هو لا ده كده جبرت بقى واحنا كده؟ لا لا طبعا احنا حتى برغم الخساره من الماتش الاخير، بس احنا فعلا كنا نازلين احنا عايزين نكسب الجيم ده، ما كانش فارق معانا بقى احنا خلاص البطل او كده، فبس ربنا ما كرمناش. بس يعني احنا لا ان شاء الله ان شاء الله ناويين ان الثلاث بطولات السنه دي سواء بقى كمان هيبقى في منطقه مش عارفين، بس يعني باذن الله الثلاث يعني السوبر وكاس في النادي الاهلي ان شاء الله يعني. وتقريبا هو كمان في قرار جديد للاتحاد ان احنا كلنا نخش صفاره، كان نفسي ان احنا نخش بنقطنا اكيد هتفرق معانا، بس باذن الله باذن الله زي ما بدانا دوري مرتبط كويس قوي ان شاء الله السوبر يبقى كده، وباذن الله كاس مصر احنا عندنا اول ماتش هيبقى مع الشمس وفي الشمس، فان شاء الله ده يبقى نقطه البدايه لينا باذن الله ان شاء الله. كنت عايزه مرسي نور، قولي لي يعني ما شاء الله عليكي، انا بقول ان انت ترمومتر الفريق بالذات في الهجوم، هتكلم بصراحه ليه؟ لو توفقتي بتحطي الفرقه في حته ثانيه خالص بامانه، يعني بالذات في اللعبه تحت الحلقه في المتابعات الهجوميه بالذات، يمكن دفاع طبعا موضوع مفروغ منه لان كابتن ايهاب السيستم بتاعه دفاع. يعني انت حاسه بالكلام ده ولا انت بتنزلي تلعبي وخلاص وزي ما تيجي؟ لا ببقى حاطه الموضوع في دماغي. لا لا ببقى حاطه الموضوع في دماغي وعارفه ده كويس، وعلى قد ما بقدر بعمله، بس هو الماتش الاخير الصراحه ربنا ما كانش موفق. لا الماتش الاخير ده انا عايزك تشيليه خالص لانه ماتش تحصيل حاصل واحنا فاهمين ده والناس كلها فاهمه، احنا ما بنشتغلش بالقطعه بنشتغل بالبطوله. مهما كانت دوافع اللعيب انه عايز يلعب ماتش وهو تحصيل حاصل، مهما قعد المدير الفني والناس انت نفسك خلاص البطوله حسمت، يعني مهما كانت الدوافع الثانيه موجوده هي البطوله اكبر دافع، فالماتش الاخير ده نشيله خالص من حساباتنا. بس انا عارف ان انت الفتره اللي فاتت كلها ما شاء الله عليك يعني ماشيه كويس يعني. الحمد لله. طب قولي لي انت يعني لما بتنزلي الملعب يعني اكتر حاجه بتحبي تلعبيها ايه؟ يعني مثلا سي انا لو لعيب خمسه، في لعيبه بتحب الكره تنزل لها، في لعيب يقول لك لا انا عايز الكره بره وانا العب وانا انت احسن سيتويشن تقدري تلعبي منه تحت الحلقه ايه؟
لا بحب اكتر ان انا العب بره، واللي هو اشوف السوتيشن ينفع ايه، ان انا مثلا اشوط ادخل يعني تستلم الكره بره وتبتدي انت تلعبي بالدفاع تشوف ايه، ما تحبيش الكره تنزل لك تحت؟ لا لا لا، اما لو تحت بقى يبقى ريباوند مثلا، بعمل ريباوند واحط الباسكت. طب بس ده على فكره يعني بيبقى اسلوب لعب صعب شويه، لان انت ممكن يجي لك هلب، ما انت لو انت تحت الحلقه لفه بتبقى خلاص بتحطها، بتلف نص لفه بتبقى انت والحلقه. لما بعيد شويه ممكن تلاقي مساعدات دفاعيه كتير جدا. ما انا بقالي كتير قوي بلعب كده، فاللي هو بقى حفظت خلاص، وكمان الناس اللي بلعب معاهم ببقى عارفه مثلا ان دي هتيجي تعمل هيلب مثلا، وزميلتي واقفه في الحته الفلانيه في موفز بتعملوها، بقى لنا كتير بنلعب مع بعض، فاللي هو حفظنا بقى ان لو حصل سيتويشن معين هلاقي سهيله مثلا واقفه في الاند لاين، دينا واقفه على 3 بوينتس كده يعني جاهزين. طب قولي لي بقى، انت بتسمعي توجيهات بابا ولا ماشيه بدماغك؟ لا هو بابايا مدرب كبير، وكان بابايا مش بيتدخل قوي في طريقه لعبي، والتوجيهات اكتر من كابتن ايهاب يعني. كابتن ايهاب ده كلام سياسه بس يا كابتن، على فكره نور تلعب كتير طالما قالت كده. طالما نور قالت كده تلعب كتير يا كابتن لو سمحت، يبقى هي كده مع الجهاز تبقى تمام. لا لا يا ما شاء الله عليها، بس انا هي فعلا بتتكلم صح، هي نور يعني بص كابتن ايهاب، نور بتلعب 4 و5 يعني، هو الناس بس مصنفينها ان هي خمسيه، لا هي نور تقدر تلعب فور، بتاخد الكره اوتسايد تخش بيها ان، وعندها كمان ميزه ان هي بتخش الكره على اللو بوست تعرف تلعب يعني. هي كمان هي دي الميزه في نور، فلذلك هي زي ما انت بتقول ساعات لو هي متوفقه فعلا بتعدي ال 20 بونت، بتحط الفرقه بتعدي ال 20 بونت، لان هي عندها حلول، هي عندها بتشوت 3 بوينت، من الناس البنات القليله في مصر اللي بتشوت 3 بونت، هي عندها شوطه، بتلعب يعني فور، بتاخد الكره تخش بيها لحد الحلقه، دي ميزه داخله يمين وداخله شمال، وكمان تحت الباص عندها فوتور كويس، بتعرف تخلص الكوره. بس انت بقى في كوره، بس انا وحظنا بقى ان شاء الله، بس انت في كوره ده غريبه بتحصل كده، بشوفها برده بتخلص يعني بطريقه، دي حاجات مش متضايقه، مش كذا انت في الموضوع ده. الاقي كور بتروح كده وكور بتروح كده، والاقي في الاخر بتخش، بس هو اسلوب لعب يعني، ده اسلوب لعبك يعني، ما يحترم تعظيم سلام، كسبينا واعملي اي حاجه انت عايزاها. طب قولي لي برضو يعني طموحاتك، ده مهم جدا، اللعيب لو من غير طموح، انا شايف ان انتوا فرقه مثلا لو دمت، انا وجهه نظري شخصيه ملهاش علاقه بكابتن ايهاب طبعا، هو الاستاذ وهو رئيس جمهوريه الفرقه، لو تم تدعيمكم مثلا باثنين ثلاثة لعيبه اجانب يقدروا يتنافسوا على افريقيا، عندك طموح لافريقيا؟ اكيد، احنا اصلا كنا في اول سيزون بنقول للكابتن قوي ان احنا ندخل افريقيا او كده، بس الكابتن ما حبش، مش عارفه ليه. ما هو بصي المشاركات، لا المشاركات الافريقيه ما بتجيش فجاه، يعني ايه؟ الاول لازم محليا زي ما بيقولوا بالبلدي تركب، تبقى انت محليا انت نمره واحد. بعد كده النادي يبتدي يتشجع، بطوله عربيه تبقى فيها اداء كويس، بعد كده تفكر في افريقيا. فهو طريق معروف. يعني الرجال ما راحوش افريقيا لما خدوا الدوري المحلي. فبيتهيألي الطريق معروف. يعني انتوا لو اثبتوا نفسكم وطلبتوا تنظيم افريقيا اكيد النادي مش هيتاخر. ما ان شاء الله بقى السنه دي لو ما نكسب الدوري السوبر نطالب بافريقيا وناخدها. وانت حاسه الفتره اللي فاتت النادي مركز معاكم، يعني انتوا حاسين حاسين بده؟ لا في فرق الصراحه يعني، حاسين بده يعني، حاسين ان الناس كلها والناس الاعضاء جوه النادي والناس كلها ملمومه حواليك ولا لا حاسين اكيد بس ده بيحط على يعني مسؤوليه كبيره، لازم كل بطوله تاخدوها ان شاء الله. سهيلة قولي لي بقى ايه قصه الشوتينج ده؟ يعني طالعه يعني يعني بتشوت كتير يا كابتن في التمرين ولا ولا هي تالنت كده؟ لا هي سهيلة يعني نمر عليها شويطه، بس هي الاهم ان هي يعني مفتاح دفاع يعني، او كارت في الدفاع، هي الكي بريشر بتاعنا يعني. هي سهيلة من اهم ميزاتها ان هي بتدافع كويس قوي، هي بتعرف تضغط على الكوره كويس، فدي ميزاتها اكتر حاجه يعني، هي بتدافع كويس قوي وشوتر 3 بوينت وبتقرا على الفاست بريك. في حاجه رابعه بقى يعني صراحه يعني بقى الكواليس بقى، هي روح الفريق صحيح. يعني سهيلة لما اتصابت كان لا انا شايف اهي ما شاء الله كان عندنا مشكله في عينيها في عين زمايلها، مجرد بنظره كده بتجيب كل حاجه. لا والله بجد يا كابتن حسن بجد، انا بتكلم على كل واحده فيهم ما شاء الله، زي ما بتكلم بره الهواء نفس الكلام يعني. هي فعلا لما اتصابت كان في الاوتيل حاله حزن غير طبيعيه، البنات كلها الحمد لله نطمن الناس متاثرين بيها الحمد لله. الحمد لله احنا اتخضينا بس في الام ار الاولاني والحمد لله دلوقتي احسن يعني. بس محتاجه علاج طبيعي دي، ومحتاجه تقويات. محتاجه نظام معين في الجيم وفي الملعب برضو قبل ما انزل الباسكت، في برنامج تاهيلي يعني المفروض محطوط. هترجعي امتى المفروض يا سهيلة؟
لسه مش عارفه، بس هو يعني اسبوعين ان شاء الله. اسبوعين ان شاء الله. طب انت لسه حاسه بوجع في الركبه ولا؟ احسن كتير اكيد. الاصابه بقى لها اسبوع تقريبا، بس لا دلوقتي يعني احسن كتير. كانت في ماتش سبورتنج ولا كانت؟ لا كانت في اول ماتش في الدوره المجمعه الاولى، كان مع الشمس، كنا بنلعب على ارض سبورتنج ووقعت بقى. لفت ها؟ اه. بس طب ورحت للدكتور طبعا وجهاز الطبي؟ عملت طبعا MRI، والدكتور اللي معانا كانت معايا طول الوقت، وبعد كده رجعت تاني عملت MRI تاني عشان نطمن تاني. بس وشغاله دلوقتي بقى على التقويات وكده. طب الحمد لله. طب قولي يا سهيله، يعني انت من اللعيبه الشويطه في الفرقه، وده بيبقى عليه دور كبير. الشويط ده عامل زي اللعيب اللي اقول ايه، لو موده وحش بيعكن الفرقه كلها، لان هو زي ما بيقول هو طيران الفرقه. يعني انت ما ينفعش تحارب من غير الطيران، تشوط من بعيد عشان تفتح كل الدفاعات عشان تقدر تخش. طيب الموضوع ده محتاج تمرين كتير. طبعا. يعني بتمرني الصبح، بتمرني قبل التمرين، تيجي بدري، بتعمل ايه؟ كان في اول السنه طبعا كنا بنتمرن صبح وبالليل الفرقه كلها، والكابتن اللي كان بيشوف عنده حته ناقصه فيه كان بيجي لنا ساعه بدري او كده. بلس طبعا انه في التمرين بيبقى فيه تمارين مخصوصه للشوتينج، فدي بتساعد اكتر يعني ان الواحد يتمرن اكتر على الشوتينج. طب انا حضرت لكم تمارين كتير بالصدفه يعني في الملعب، وشفت تمرينكم زي الولاد يعني ما شاء الله بنفس الحماس والزق والخبط، ونور ما شاء الله مش سايباكم بيخش بيموت. فيعني كلميني الروح دي جايبينها، هل ده مثلا من سيستم كابتن ايهاب؟ هل انتوا خدتوا عهد على نفسكم ان احنا كل بطوله هناخدها لازم يبقى التمرين هو الاساس؟ بتعملوا ده ليه؟ احنا من اول يعني السنه اللي فاتت، من اول خالص مع كابتن ايهاب جالنا، كابتن ايهاب جالنا قال لنا ان احنا هنتعامل كان احنا رجاله في الملعب، وانتوا عايزين ده عشان احنا عايزين نكسب البطوله. فطبعا احنا يعني احنا الاثنين ساعدنا بعض، هو ادينا حاجات كتيرة قوي، واحنا برضو ساعدناه كتير، وعشان كده وصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي. البطولات يعني شغاله الحمد لله، فلسه ولسه كمان. طب انتوا احنا اللي بينافسنا سبورتنج، مين بعد سبورتنج يا سهيله؟ سموحه. عايزين احسن السنه. بصراحه الفرق كلها السنه دي يعني قد بعضها، ما تبقاش عارف مين ممكن يكسب مين، فالفرق كلها يعني قريبه جدا من بعض. طب هو يعني انا عارف طبعا يعني ان لعيبه الباسكت او لعبات الباسكت بس مش بيبقوا لعيبه، ممكن يبقى فيه مذاكره، فيه شغل، فيه بتعرفوا توفقوا من الموضوع ده، خاصه ان كابتن ايهاب ما بيرحمش. بيضحكوا يا كابتن، بيضحكوا يا كابتن، بيضحكوا يا كابتن، بيضحكوا يا كابتن. لا كابتن ايهاب، لا والله يعني اجازه يعني ايه اجازه؟ ما اعرفش اجازه. لا لما بيلاقي فعلا انه في واحده عندها اكسكيوز او كده، لا سهيله مش والله لا سهيله لا كده عشان الهوا، كلام هوا. عارف ان ما بتاخدوش اجازه احيانا بيدينا اكسكيوز، بس يعني وقت الماتشات بيبقى الموضوع صعب. في التمارين لا، ممكن ان هو يتنزل مره واحنا نتنزل مرتين كده يعني. زي كابتن حمدي الصافي كان معايا قال لهم انا ما فيش، انا اخر يوم، انا اخر يوم يا كابتن، عندنا تمرين، عندنا بطوله كمان ثلاث شهور، انا اخر يوم. الحقيقه انا عندي مشكله معاهم كبيره جدا، لان هم ملتزم ما شاء الله. عندي واحده في طب وواحده طب اسنان، عندي اثنين في هندسه، عندي اثنين في جامعه امريكيه. يعني دولهم تحت درسك يعني ما شاء الله عليهم، ما شاء الله فيهم، مفيش كليات قمه وفعلا متفوقات. غير بقى المشكله اللي طلعت لي جديده هي سهيله ودينا عمرو، يعني اشتغلوا فما كنتش متعود بقى ان هم اكتر اثنين ملتزمات، بيجوا التمرين صبح وليل ماشي، مفيش تاخير. بس هم فبداوا لسه ملتزمين يا كابتن ايهاب. سهيله ودينا بيتهيألي بيحبوا اللعبه كمان، يعني سهيله ودينا من غير ما هتقول هتلاقيهم. لا ما شاء الله. لا انا انت بتتكلم يعني فعلا ان هم يعني حتى هم لما اشتغلوا برضه يعني لحد كبير يعني باستثناء مره او اثنين. اللي انت بتقوله ده كابتن، احنا ناقصنا اثنين في تجاره ونفتح شركه. لا يعني ناقصنا لاعبات في تجاره بالكليات اللي انت قلتها، هندسه وطب وجامعه امريكيه وبتاع، اثنين في تجاره واحده اعلام، نفتح شركه. التجاره لسه صغيرين دلوقتي. الناس فعلا مش مصدقه ان هم فعلا يعني في طب وفي هندسه ويعني وجامعه امريكيه ويعني وملتزمين كده وبيأدوا الحمد لله. في المعسكر احنا 16 بنت معسكرين، مفيش غياب، تيجي تلاقي الفرقه الثانيه تلاقي 10 او 12. النجاح ما بيجيش سهل. الحمد لله هم عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي والبريشر اللي عليهم، بدليل الحمد لله ان احنا النهارده موجودين. يعني زي ما انت بتقول لهم ان دلوقتي في دعم وفي تركيز وفي باسكت بول بنات دلوقتي، يعني فرقه باسكت بول بنات دلوقتي موجوده وبتنافس بقوه. يعني شفت
التقرير اللي عملناه في الاول، لو انت جيت شفت نهايه المباراه تلاقي نادي سبورت نادي كبير ونادي محترم، هم فرحانين ان هو كسب النادي الاهلي في مباراه تحصيل حصل ملهاش لا يعني جايين جايين على الجد مش مفيده، لكن هو فرحان. السنين اللي قبل كده احنا كناش بنكسب سبورت الحقيقه، يعني كنا بنلعب سبورتنج 6 مباريات نكسب مره السنين اللي فاتت كلها. الحمد لله بقينا بقى في المشوار بقينا ندي من اول يعني ما توليت المسؤوليه واحده واحده مع بعض ان شاء الله. طيب شاء الله. احنا اعزائي المشاهدين طبعا انا هشكر دينا وهشكر نور وهشكر سهيله لانها الحقيقه معايا مجموعه من النجمات، يعني الفرقه كلها لو نقدر طبعا نجيبها بس الاستوديو ضيق فهنضطر طبعا يعني نطلع فاصل سريع عشان استقبل استقبل النجمات الثانيه. بشكر دينا للمره الثانيه وبشكر نور المره الثانيه، بشكر سهيله والف مبروك. شكرا. هنطلع لفاصل صغير وارجع لحضراتكم عشان نستقبل بقيه النجمات بطلاتنا بطلات دوري المرتبط لكره السله للسيدات. اهلا بحضراتكم من جديد، ما زلنا بنحتفل وبنكرم طبعا بطلات السله سيدات على حصولهم على بطوله الدوري المرتبط للمره الثالثه على التوالي. وفي البدايه اول الفقره الثانيه بحب ابارك لهاله شعراوي، النهارده كانت قرايه فتحتها، الف الف مبروك. يمكن يعني كانت هتبقى ضيفتنا طبعا، ولكن حدث زي ده ما ينفعش تسيبه وتيجي للبرنامج، هو ده الحدث الوحيد اللي ممكن يعني نلتمس ليه العذر الحقيقه. فهي بنقول لها الف الف مبروك، يا رب ان شاء الله يتمم لها على خير، يعني خبر اسعدنا جميعا. طبعا هاله لاعبه الفريق ومركز 4، الف الف مبروك، كل يعني المباركه ليها ولاسرتها ان شاء الله ويتمم لها على خير. بنرحب بضيوف اللي انضمونا طبعا بالاضافه للكابتن نبيل الف المدير الفني دكتور محمد جاد المدرب العام واحد يعني الركائز المهمه اللي بيعتمد عليها كابتن نبيل الف بالفريق بالجهاز، لانه الحقيقه دكتور محمد بيمتاز بحاجتين، بيمتاز انه هو فنيا ما شاء الله عليه انه كان لعيب كبير جدا، وفي نفس الوقت بدنيا دارس وعارف يقدر يأهل الفرقه بدنيا ازاي. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك يا تنازل. والف الف مبروك، ودورك باين وشغلك باين في الملعب. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، متشكر جدا يا تنازل. شكرا. برحب بلاعيبه الفريق الحقيقه، من يحيى زكريا احد اللاعبات المؤثرات جدا في الفرقه، ولسوء الحظ كانت مصابه المباراه اللي فاتت، ولكن لو كانت موجوده اكيد كان هيبقى ليها دور كبير. منا
اهلا بيكي. اهلا بيك، منورنا في الاستوديو. نور حضرتك. شكرا. ويعني الف مبروك على البطوله، نتمنى ان شاء الله ترجعي من الاسطوره بسرعه. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا برحب يعني بلاعبه معروف ان هي يعني جمهور الفرقه، بتشغل لهم اغاني الالتراس بقى في العربيه، وبتشغل لهم الاغاني الحماسيه قبل المباراه. معانا طبعا نجمتنا جنه مصطفى. اهلا بيك. مبروك ومنورانا في الاستوديو. الله يبارك في حضرتك، منوره. جنه قولي لي ايه قصه بقى الاغاني والحاجات اللي انت بتعمليها وتشغلها لهم في الاوتوبيس وانتوا رايحين الماتشات؟ يعني انت ليكي ارتباط كده مع الجمهور، احكي لي عنه. بحاول احمسهم قبل الماتش، يعني بما ان الاغاني بتاعت الالتراس بتحمس وبتبقى حاجة مهمة يعني، فبحاول ان انا قبل الماتش اخليهم يعني ازاي يتحمسوا ويركزوا في الماتش ويبقى عندهم روح اللي هو لا احنا هنكسب والاهلي ولا. طب قولي لي يعني، خليني برضه اقول ان ماتشات الباسكت ما فيهاش جمهور، يعني للاسف الدوري ومش الباسكت بس، هتلاقي اليد والطايره بيخافوا يدخلوا الجماهير. يعني بتهيألي ممكن تشوف الجمهور بس في البطولات العربية الافريقية، زي ما شفنا البطولة العربية للسيدات الكرة الطائرة وفوزنا بيها. يعني بتهيألي مشاركتنا في البطولة العربية اللي جاية دي ممكن نشوف جمهور النادي الأهلي معانا، صحيح ولا لا؟ أكيد إن شاء الله، يعني أكيد لو في حاجة دولية أو عربية أو كده لازم الجمهور هيكون موجود، زي مثلا في الفالي. هتلاقيك أنت مستنياها دي يا جنة بقى. ده أكيد. في اسكندرية بس جمهور الأهلي في كل مكان. صحيح ولا لا؟ دي حقيقة، في أي حتة. طب كلميني عن البطولة دي يا جنة، يعني أنتوا دخلتوها بفكر إزاي؟ أولاً دوري مرتبط السيدي كان مضغوط جدا، لأن الدوري ابتدى متأخر، وتم تأجيل الدوري لشهر 12، ودي كان مشكلة كبيرة جدا وصداع للجهاز الفني، وصداع لكل الناس في مصر، لأن التأجيل جه بصراحة بشكل غريب شوية. خليني أقول يعني البطولة دي دخلتوا بفكر إزاي عشان تقدروا تاخدوها؟ هو احنا دخلنا من الاول مركزين قوي ان احنا مش عايزين نخسر ولا ماتش، فكنا بنلعب كل الماتشات، يعني ناخد ماتش بماتش، والماتشات اللي كانت في الاول كمان كان فيها ماتشات كتيره جامده ان احنا لازم نكسبها كلها، ومن اول ما ننزل نكسب، ما نسيبش نفسنا للاخر عشان ناخد البطوله دي المره دي، يعني من غير ما نخسر ولا ماتش. ونجحتوا يعني بالتالي بعد كل مباراه ورا الثانيه، بس كان في مباراه يمكن مباراه سبورتنج اللي هناك، ما عشان يعني كنا نازلين، لا مش الاخيره، سبورتنج اللي كانت في اسكندريه، المباراه دي كان فرق 7 بونت، وعرفت ان بعد كده قدرنا نعوض وطلعنا 7 بونت، كان فاضل 3 دقائق، كان اداء رجولي جدا. كلميني عن المباراه دي بالذات. ليه انا بسالك انت على المباراه دي؟ لان انت لعبك حماسي، والمباراه دي عايزه حماس وجري وخبط وبتاع، فانت يعني المباراه دي اكيد انت كنت شايفاها برؤيه ثانيه. ده كان اول ماتش نلعب فيه سبورتنج، وطبعا هو منافس، اجمل منافس لينا، فطبعا كنا مركزين قوي ان احنا من اول الماتش احنا هنلعب كويس، ولازم نثبت لهم ان احنا مفيش زي احنا الجامدين، واحنا لا بس مش الماتش ده، ده لا لا ده اللي كان هنا الاخير، ده اللي كان هنا ده اللي ده المباراه اللي هي كانت اخر مباراه ختاميه اللي كان بعديها تسليم الجوائز. اتفضل. بس ف ما حسيتوش لحظه انتوا ممكن تخسروا المباراه يعني وانتوا هناك؟ لا كنا بنلعب لاخر دقيقه، وكنا واثقين ان احنا هنكسب، وان هما ما طلعوا علينا، بس كان وقت اقف كده، غلطات بسيطه وصلحناها على طول. دي مباراه البطوله، خلي بالك يعني حقيقي، يعني لو نتكلم صح مباراه البطوله هي مباراه سبورتنج في اسكندريه. احنا نازلين من الاول واحنا عارفين ان هي الماتش ده هو اللي هيخلينا نقفل الدنيا كويس، ولازم نخلصه كويس ونلعب فيه كويس قوي، ونثبت لهم من الاول ان احنا موجودين، يعني زي السنه اللي فاتت ويمكن احسن كمان. نفسك ايه يا جنه مع الفرقه؟ يعني كل لعيب بيبقى ليه طموح على المستوى الشخصي ومستوى الفرقه، خلينا نتكلم في المستوى الجماعي، نفسك تعمل ايه مع الفرقه؟ نفسي طبعا نكسب السنه ان شاء الله 3 بطولات، ادي اول واحده فيهم، وان شاء الله يعني نلعب حاجه عربيه او افريقيه ونكسبها ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن هبه اجي لك انا بقى، لان انت قصه بس شويه كده عايز اخدها من الاول، منذ توليك المسؤوليه كان عندك هدف او رؤيه شايفها؟ يعني انت كنت شايف ان الفرقه محتاجه تدعيم في بعض المراكز، كنت شايف انت طالع لك برضو ناشئات كويسين. انا مش هتكلم على البطوله دي، انا هتكلم من اول ما استلمت المهمه منذ يمكن سنه وشويه او سنه واكتر او سنتين تقريبا، فكرت ازاي وصلت فين دلوقتي؟ والله الحمد لله وتوفيق من ربنا كبير، يعني زي ما احنا كنا واحنا في الاستضافه الاولانيه يا كابتن هيثم، زي ما انا قلت قبل كده، انا الحمد لله الفرقه كانت مش في مكانتها الطبيعيه في السنين اللي فاتت. انا خدت الفرقه كان هم ربع الدوري وثالث الكاس، كانوا هم بطل المرتبط، بس سبورتنج كسبوا سبورتنج مره واحده بس. من كم مره؟ من كم مره؟ كان 4 مرات، كان السيزون ده تقريبا 4 مرات او 5 مرات، يعني هي مباراه واحده اللي كسبوها، والمرتبط كان كسبان كل مبارياته.
ده يعني وضع الفرقه يعني. الفرقه كانت طالع ناشئات من تحت 18 سنه كويسين بالاضافه لقوام الفرقه. قابلتنا اول مشكله حقيقيه ومشكله كبيره هو سفر نادين سلام. يعني بعد بعد ما توليت بعديها بشهر نادين جالها منحة. نادين كانت من افضل اللاعبات وبنت طبعا كابتن سلعاوي خلينا نعرف الناس وكانت لعيبه مؤثره جدا وفجاه راحت جامعه نورث كارولينا من اكبر الجامعات. نادين مؤثره طبعا هتاثر على النادي الاهلي تاثر نادين بتاثر على منتخب مصر. نادين غابت عن منتخب مصر 18 سنه اثرت عليهم. صحيح. فدي كانت المشكله. المشكله الثانيه هو ان هم مش واخدين على حمل التدريب كتير وهم يعني مش مصدقين ان هو ممكن في وقت قليل جدا ان احنا لازم ننافس ولازم نكسب. ما كانش الهدف ده مش مصدقين ده مش مصدقين مش مصدقين دي كانت اكبر مشكله من قبل. قلت لهم اللي حلين ان احنا نتمرن. اول حاجه احنا نتمرن احنا اولاد هنتمرن احنا بنات النادي الاهلي الرجاله زي ما بقول عليكم من اول ثانيه مسكتهم. والحاجه الثانيه المشكله الثانيه هي دراساتهم كليات قمه كلها وكليات صعبه. فقلت لهم انا معليش دعوه واول رولز حطيناه هو نو اكسكيوز ده اول رول اتفقت معاه. مفيش اعذار مفيش اعذار ده اول حاجه اتفقت اجازه معنا. يعني ايه اجازه؟ مفيش اجازات مفيش اجازات مفيش اجازات مفيش هزار. تمرين الصبح وبالليل. انت ظبطي الدروس وظبطي المحاضرات وظبطي الدراسه على التمرين بعيد عن التمرين ماليش يعني ماليش دعوه. احنا لازم 4 ساعات او 3 ساعات لازم تمرين دول مقدسين. وحاولت اشتغل معاهم نفسيا. لقيت استجابه ساعتها يا كابتن؟ استجابه كبيره جدا بصراحه وما كانش في اعذار كان في التزام كبير جدا يا كابتن عصام بجد يعني انا بتكلم على الهواء. النتائج باينه يا كابتن احنا ما بنتكلمش على كلام بس بغض النظر عن النتائج هم تعبوا جامد جدا والتزموا جامد جدا والاهم هو ان احنا عايزين نبني شخصيه البطل هي شخصيه النادي الاهلي اللي احنا مستمرين عليها لحد دلوقتي. ما ينفعش وكان عندنا مش غيره كان عندنا غيره حسنه من طمع. بنات الفولي طمع. وبنات الهاندبول اللي بيكسبوا. احنا الفرقه الوحيده الجماعيه اللي مش بتكسب. انا مش متعود على كده ومش متربي في النادي الاهلي على كده. احنا نمره واحد في كل حاجه ان شاء الله هنتعب وهنجتهد ونكسب. مستقبل ليكم احنا السن صغير حاولنا ندعم من بره في صعوبه في تدعيم الفرق البنات لكن حاولنا وخدنا بالاسباب عشان الناس تبقى فاهمه. حاولنا واجتهدنا جامد جدا ان احنا نتفاوض مع بنات من بره لكن كانت ساعتها وقت انتخابات وكده وغير كده صعب انتقال في السيدات. مش سهل مش سهل لكن في بنات كان عندها رغبه واحنا كنا متابعينهم لكن ظروف الانتخابات في كل الانديه منعت انتقال. خلينا اجي لك في النقطه دي بعد كده يا كابتن لان احنا عايزين نتكلم فيها لان كانت مهمه وناس تسالوا فيها كتير. بس خلينا اروح لدكتور محمد. يعني من اول ما كابتن ايهاب الالف كلمك تتولى معاه المسؤوليه تدريب عام الفريق يمكن المدربين عامه بيميلوا اكتر يقول لك لا ابتدي مع الولاد اشتغل مع الولاد يعني. بس انت خدت الموضوع بشكل ثاني يا كابتن. هو الحقيقه يعني لما ايهاب اتكلم معايا كابتن ايهاب انا يعني ايهاب صديق شخصي ليا كابتن ايهاب فانا بثق فيه قوي وبحب ان انا اشتغل معاه. يعني هو سابقني بكتير خبرات عنده حاجات كتير برضو الواحد محتاج في بدايه عمله التدريبي ان هو يستفاد منها يحاول برضو ينمي قدراته في الحته دي. غير برضو لما تشتغل مع حد يعني بيربطك بيه علاقه صداقه وكان ممكن يكون في نفس النادي ونفس المكان طبعا جدا وبتكون انت حاسس بالفه وحاسس بان يعني زي ما كنا مثلا موجودين في الملعب مش حاسس ان في فروق كبير. صحيح. موضوع البنات او الولاد او كده مش حقيقه مش بيفرق كتير لسبب ان كل حاجه بيبقى ليها مثلا هدف او تارجت. احنا رحنا حسيت ان التارجت اقوى في البنات لان احنا جينا على فرقه زي ما الكابتن ايهاب وضح مش بتكسب. ودي من الحاجات اللي انا يعني بحبها يعني بميل ليها في شخصيتي ان انا اشتغل في مكان مش كسبان. الواحد لما بيقدر يحقق بالناس دي او بالفرقه دي بالذات لما يكون هم بنفس يعني بنفس الشعور وبنفس الروح اللي جواهم دي ان هم كمان عايزين بس مش عارفين الطريق ايه. بس يا كابتن كل اللي من طنطا كده. يعني انت طبعا يمكن فعلا والله لا بامان يعني طنطا بالذات لما بقابل حد منها
يعني رياضي وبحس عنده الاصرار والتحدي، صحيح ولا لا؟ ده حقيقي فعلا والله. يعني عايز اقول لك ان انت حتى وانت لعيب كنت كده. ما بقول لحضرتك دي من الحاجات اللي هي يعني احنا اتربينا عليها وتعودنا عليها، ان الواحد دايما طول ما هو حاطط لنفسه هدف وفي ريسك وان هو بيحاول ان هو يوصل لحاجه، وبالعكس لما بتكون المكان مش كسبان بتحس ان الدافع اقوى، ان انت تقدر تحقق حاجه افضل وتحقق. طب قول لي انت مع الفرقه، يعني اول ما مسكتوا الفرقه طبعا كابتن ايهاب لسه قايل انتوا كنتوا عايزين تغيروا شخصيه او فكر اللاعبات من ان احنا نقدر نكسب ونقدر ننافس، واكيد اشتغلتوا على ده. طيب الناحيه البدنيه كمان لما قابلتها كنت شايف الموضوع ماشي ازاي؟ يعني زي ما كابتن ايهاب كان لسه موضح حالا، هم ما كانوش متعودين ان هم يعني يبقوا تحت بروجرام، ان هم يبقى عندهم حاجات في منها تطور مستمر، بيحسوا بالتطور ده تدريجي، مش متعودين ان هم ياخدوا احمال في الجيم، مش متعودين ان هم ينزلوا التراك باشكال مترتبه، مش متعودين حتى على اشكال الريكفري نفسها، كانوا مستغربين ان هم مثلا يعملوا حمامات ثلج، ان هم يعملوا ساونا، ان هم يتدلقوا، الكلام ده هم ما كانوش حاسين بيه. لكن بصراحه بسرعه هم اندمجوا لما حسوا بان في فروق بتحصل. صحيح. لما حسوا ان بالظبط، لما لقوا نفسهم شكلهم في التراك مختلف، شكلهم في الجيم مختلف، لما لقى ده بينعكس على ادائهم في الملعب. هم كان عندهم الملكه بس مش قادرين يوظفوها ازاي. ده بصراحه انعكس بشكل كويس. الحمد لله الحمد لله. طب قول لي انت بامانه لما اشتغلت، انت اشتغلت مع اولاد واشتغلت مع بنات، الالتزام يعني كل ضيوف اللي بيجوا بيقول لك الالتزام عند البنات اكتر في الفريق، التعليمات بيلتزموا بيها اكتر، شايف ده حقيقي؟ يعني نفس الرؤيه اللي شايفينها كل المديرين في البنات كده، ولا انت عندك راي تاني؟ لا حقيقي حقيقي، وبالذات مع الفرقه دي، وانا فعلا والله مش بجامل مثلا عشان احنا على الهوا، لا فعلا انا حسيت مع الفرقه دي، ويمكن اللي وصل الروح دي الكابتن ايهاب لما كان بيكلم حضرتك في الحته النفسيه. وصلهم ان هم يقدروا يعملوا ده، بنى لهم الحلم قدامهم ان هم يقدروا يبقوا ابطال. فهم فعلا كان في التزام كبير جدا، التزام بالتعليمات، بغير كده ان في ناس مثلا من الفرقه تلاقيها تيجي عايزه كوتش في حاجه نقدر نزودها، كوتش نقدر ننزل الجيم، كوتش نقدر نجري كذا، هل ده يعني يزودنا؟ لا، تحس ان في زي ما بيقولوا ايه شغف، لان هم يا دكتور محمد انا حضرت التمرين لقيتك خارج عرقان زي اللعيب. خارج عرقان من كتر ما انت بتجري معاهم وبتحاول تديهم التمارين مظبوط. لا يعني ما شاء الله عامل مجهود كويس، ربنا يكرمك كابتن محمد. الحمد لله، شكرا لله، الحمد لله. منى الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك. ايه بقى، قولي لي اصابتك ايه؟ هو انا كنت في تمرين كان قبل الدوره المجمعه على طول. اصابتي تمرين مش في ماتش. انا بقول لكم تمرين عنيف يا جماعه، خفوا شويه. لا بهزر طبعا، اتفضلي. فحصل لي طرقعه كده في بطن ركبتي، فخرجت طبعا حطيت ثلج وقعدت وريحت، كان وجع شديد جدا. بعدها بيومين مرمي كمان؟ لا ما رميتش زي لا ما رميتش. بعد كده عملت MRI طبعا، فطلع ان هو قطع جزئي في الغضروف، فالحمد لله اطمنت ان هو مش محتاج عمليه، هو بس تاهيل وحاجات بس في السين، تقويات بس مش اكتر. والحمد لله خلاص انا خلصت جزء كبير منها، والدكتور ايهاب بصراحه كانت متابعه معايا كويس جدا، كانت كل يوم بتبعت لي بروجرام عن ان انا كل يوم بروجرام بعمله في البيسين وفي الجيم. دكتور ايهاب طبيبه الفريق. كل التحيه والتقدير لدكتور ايهاب. بصراحه المشاكل كلها تعبت معانا كتير، وكانت متابعاني كل يوم على التليفون وبعمل ايه في الجيم وبشتغل ازاي كانها معايا بالظبط. وخلاص الحمد لله بكره هنزل ان شاء الله يعني على خفيف، هبدا. طب منى انت ليكي قصه كده، انت السنه اللي فاتت قعدتي في اصابات كتير وبعد كده نقلتي دراستك. طبعا كملت الشروق بعيد شويه على النادي، وكابتن هاب الالفي طبعا حس ان هو احتياج ليكي وكلمك اول الموسم. قولي لي لما كلمك كابتن ايهاب حسيت ان انت عندك الرغبه ترجعي تاني؟ يعني ايه اللي حصل اللي خلاكي تقولي لا انا هرجع وهرجع وهبقى احسن من الاول؟ بصراحة أنا ريحت شوية في الفترة دي فعلا، يعني خلتني أخد بالي إن أنا لا يعني أنا محتاجة الباسكت في حياتي، حسيت إن أنا مش يعني كانت الدراسة طبعا واخدة وقت كبير وجزء كبير من حياتي، بس برضه الباسكت كان عامل دور مهم طبعا، أنا بريح من الدراسة في الباسكت. وحاسة إن أنت قادرة. بالظبط، بقيت عندي رغبة إن أنا فعلا عايزة أرجع، حتى الإصابة دي لما جاتلي لا مش مهم، يعني في ناس تقول لي ما كفاية كده بقى خليكي قاعدة، لا انا عايز ارجع فعلا يعني مش هقعد. قولي لي انت طبعا بنت كابتن يحيى زكريا رئيس مدينه الجيزه، وطبعا رجل انا اكن له كل التقدير والاحترام، قولي لي بابا بقى بيخش يعني يتدخل في حاجات كده ويقول لك وينصحك ولا ملوش علاقه بيك؟ اكيد
بيتدخل كلهم بيتدخل لانه كان بيلعب نفس مركزك صح؟ طب ليه؟ يعني عايز اقول بقى الكلام اللي ما بيطلعش يعني يعني بيبقى في الكواليس يجي يقول لك لا انت محتاجه اكتر توجيه بابا بيقول لك ايه؟ اكتر حاجه هو عايزني طبعا اي اب عايز بنته تبقى احسن حد في الدنيا يعني كل ماتش يجي يقول لي بعد لا دي الكره دي كان لازم تعملي فيها كذا لا الكره دي كان لازم تنطي مش عارفه يعني بتشدي بعد تقول لها بابا لا خلاص ما تكلميني ولا بتشدي زي كل حاجه اصلا انا ببقى خارجه من الماتش ما بتسمعيش الكلام كده لازم لا بسمعه انا ببقى خارجه من الماتش انا يعني خدت بالي بعمل فلاش باك كده للماتش انا عملت الكره دي غلط لا لازم كان المفروض اعملها كده فهو بيعيد اللي انا بعيد نفسي يعني في نفس الكلام فاللي هو انا يعني خلاص مش محتاجه حد يزود الهم على هم انا عارفه اللي عندي ايه والمشاكل اللي عندي كده. طب قولي لي التمرين ما هو انا بقول لك انتوا ما شاء الله قوتكم في تمرينكم وبعيد تاني وبقول لان الفرقه اللي عايزه تكسب لازم تتمرن كويس ولازم تادي في التمرين وانا عارف ان كابتن ايهاب سيستمه اللي ما بيتمرنش يقعد فانت يعني شايفه يعني مش كل اللاعبات بيحبوا التمرين انت شايفه ان فعلا التمرين ده هو سبب قوتكم ولا توليفة اللعيبه ولا الوفره في اللعيبه يعني ايه اللي عامل الحاله دي جوه الفرقه هو طبعا التمرين عامل اساسي ان احنا بنتمرن في التمرين على الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في الجيم فالتمرين بيساعد كتير جدا وبيصلح لنا اخطائنا وطبعا الفتنس مع كابتن جاد والجيم وكل ده التقويات احنا كلنا محتاجين فعلا تقويات على رجلينا عشان نقلل الاصابات اللي بتجيلنا طويل كمان طبعا فلازم نعمل تقويات علشان نقدر نكمل الموسم ده لسه قدامنا بطولتين لازم طبعا ان شاء الله هناخدهم ان شاء الله عشان نحقق ثلاثيه فطبعا انا هسالك سؤال تاني كمان انتوا كفرقه يعني المكسب ما بتجيش غير بروح كويسه يعني البنش زي في الملعب زي وزيه وزيه ده مهم جدا يعني فرقه البنات اللي الطايره لو يعني لما اتفرجنا عليهم في شاشه قناه النادي الاهلي لقينا ان ما فيش حد اسمه لاعب ومين ما لعبش انتوا عندكم نفس الروح دي في الفرقه ولا لا؟ صراحه في اي ماتش البنش بيشجع كانه في الملعب بالظبط الروح بتاعتنا الحمد لله روح قويه وحلوه كله بيشجع بعضه مفيش حاجه اسمها انا ما لعبتش انا زعلان لا كل يعني الماتش اللي فات اللي هو بتاع سبورتنج ده اللي هو يعني يعني ما لعبتيش طبعا في حاله التاهيل ده اللي احنا خسرناه كان بصراحه الناس كلها كانت بتشجع حتى بره السكور كانوا بيشجعوا كلنا كنا عايزين نكسب الماتش ده طب طموحاتك مع الفرقه ايه؟ عايزه ايه؟ يعني كل اللاعبات قالوا لي احنا عايزين 3 بطولات وباصين برضو البطوله العربيه وافريقيه عندك الطموحات دي؟ طبعا اي حد عايز يلعب اي بطوله بره اللي هي الدوري والكاس والسوبر يعني غيره شويه من فرقه البنات بصراحه غيره كبيره البنات عندهم افريقيا السنه دي خلي بالك احنا كان نفسنا طبعا نلعب افريقيا ويعني ان شاء الله نلعبها السنه الجايه واي حتى بطوله عربيه يعني حاجه مختلفه ان احنا يبقى اسمنا لا احنا عملنا حاجه جديده حاجه بقى لها كتير ما حصلتش جوه النادي ان شاء الله تعملوها باذن الله يا رب التمرين ان شاء الله اصرار هتعملوها ان شاء الله دكتور انت شايف ان بامانه بدون مجامله الفرقه دي فيها عناصر تقدر تنافس على مستوى كبير على مستوى قاري عربي لو حصل اكيد اي فرقه بتروح تنافس بيحصل تدعيم كمان بلعيبه اجانب شايف الفرقه دي من وجهه نظرك بدنيا وفنيا تقدر تنافس في البطولات دي حقيقه من غير مجامله يمكن مش تحيز والله النادي الاهلي لا الفرقه دي يمكن تكون الفرقه الوحيده اللي عندها القدره تعمل دي ده حضرتك لو بصيت على النادي الاهلي الكابتن ايهاب بيعمل معسكرات بيدخل بال 16 لعيب وبيبقى في خلاف وعمالين ندور عشان عندنا قاعده كبيره عندنا يعني اختيارات كتير الفرقه دي فيها تنوع كتير عندنا ناشئين عندنا بنات من تحت 18 سنه ما شاء الله على مستوى عالي جدا عندنا بنات خبرات كبيره دينا عمرو وسهيله وهاله حتى الناس اللي عندها خبرات وسنهم صغير زي نور والناس دي الفرقه دي فعلا اكتسبوا خبرات لا اكتسبوا خبرات يعني عندهم خبرات بس سنهم صغير الفرقه دي يمكن تكون الفرقه الوحيده اللي عندها العدد ده يعني كل فرق مصر بتلعب مثلا ماكسيمم بتلعب 10 لعيبه 8 لعيبه لا لا بامانه ده لا احنا مش عندنا الكلام ده والكوتش ما شاء الله بيغير ويعني بيدي فرص كتير وبيدخل ناس وبيعمل خبرات لان هو بيعمل لمستقبل النادي الاهلي قدامه مش بيعمل لموسم واحد فعشان كده بقولك بجد من غير مجامله يمكن دي الفرقه الوحيده اللي عندها القدره انها تقدر تلعب على المستوى العربي والمستوى القاري وتحقق مش مجرد انها تشارك للتمثيل المشرف بس مسؤوليه عليكم يا دكتور بس ارجع لجنه تاني جنه مين مسك الاعلى مثل الاعلى اولاد وبنات ده في مصر ولا بره مصر اي حاجه قولي اي حاجه تعجبك جوردن مايكل جوردن بس ده مش مركزك بس مثل الاعلى كباسكت كباسكت بول طيب في حد بنات يعني انت شفتيهم وانت صغيره وقلتي لا دول مثل الاعلى وانا عايز ابقى زيها
ما شفتيش حد لا. لكن هو هقول لك لان هو يعني ممكن في 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 جيل انت ما شفتهوش احنا شفناه يا كابتن هاني. لا لا طبعا لا جيل جنة مواليد 98 جنة يعني لسه ثاني سنه في الدرجه الاولى لسه صغيره. وانا بقول لك في جيل ما شافتش الجيل رحاب الغنام وياسمين وياسمين مراد وياسمين عز علي عرابي يعني وراني عادل ما شافتش الجيل ده ولا الجيل طبعا اللي قبليه يعني ما شافتوش عشان كده ما فهي يعني اللي شافتهم اكبر حد عندنا اهاله اكبر واحده سنا ورا دين عمرو يعني بالتالي هي كانت لسه تحت 14 سنه 16 سنه فمش هتشوف غير دول يعني. طب قولي لي يا جنى انت يعني عندك مشكله مع الدراسه؟ هل الدراسه لان انا عارف انت بتحب التمرين ومتواجده ويمكن انا بشوفك بنت من اوائل الناس اللي بيخشوا التمرين، عندك مشكله في الموضوع ده ولا لا؟ مش عندي مشكله قوي لان انا يعني الدكتورز بتوعي في الجامعه ما بيعرفوا ان انا بلعب رياضه وفي النادي الاهلي طب بيساعدوني قوي. لا بيسهروكي اكتر ما احنا عندنا الجامعه الجامعه او جامعات التعليم بيضايق اللعيب. لا لا احنا عندنا يعني ساعدوني جدا جدا وكمان عشان انا في ميديا فبالنسبه لهم لا ده انت هتعملي حاجه بقى وبالنسبه لهم هيبقى في حد في الجامعه يعني بيعمل حاجه. ما تقوليش لحد عشان ما حدش يحسدك ان في حد بيساعدك يعني انت بيقدروا ان انت عندك بطوله بقدر طبعا وبيعدوا لي الحاجه والدكتورز بتديني اكسكيوز عادي ولو في امتحان ممكن تاجله لي يعني مش في مشكله قوي عندك بعدين هبقى اعمل لك. لو انت ما شاركتيش في ماتش او ما لعبتيش وقت طويل بامانه سيبك انسي ان الكابتن ايهاب موجود والكابتن جاد والناس ملايين شايفين انسي الكلام يعني ما بتحسي بالضيقه شويه ولا انت شايفه ان حتى اللي في الملعب انا وراه لغايه ما نكسب يعني شايفه ده يعني انت نفسك على المستوى الشخصي سيبك من الفرقه بتحسي ان انت ما عندكيش مشكله نلعب بس الفرقه تكسب؟ طبعا اهم حاجه ان احنا نكسب اول حاجه ان احنا لازم نكسب بعديها ممكن الواحد بيبقى متضايق شويه لو بيبقى عنده حاجه عايز يطلعها زياده فبيبقى عنده طاقه لسه ما طلعهاش اللي هو لا انا عايز انزل ازودها واثبت نفسي اكتر لكن اهم حاجه طبعا ان احنا نكسب دي اول حاجه يعني الواحد بيبقى متضايق قوي لما بنبقى خسرانين ولا بارت تايم بنبقى خسرانين. انت من النادي الاهلي من صغرك يا جنى في الاهلي والناشئين لغايه ما طلعت الدرجه الاولى اول تمرين ليكي مع الدرجه الاولى كانت امتى؟ تفتكريها وتقولي لي انا لا انا اتمرنت التمرينه دي وقالوا لي ومين اللي بلغك انك اتمرنت؟ كنت في 16 تاني سنه. مين بقى اللي بلغك انك هتتمرني مع الدرجه الاولى؟ مش فاكره بس يعني يوم ما طلعت اتمرنت. مين اللي كان مدير فني طيب؟ كان كابتن سيد صابر. هو اللي بلغك قال لك هو بعت حد يبلغك تيجي تتمرني. كنت حاسه ان انت هتكملي ولا انا تمرينه كده؟ لا كنت صغيره طلعنا شويه وخلاص. ما كانش يعني اقصد اقول اللعيب صغير لما بيتقال له هتلعب مع الدرجه الاولى بيقعد بالليل يكوي هدومه ويقعد ينضف الجزمه والله يعني كبير انت حسيت ان ده طبيعي وعادي ولا لا ده حاجه كويسه ان انا العب في النادي؟ لا طبعا حاجه كويسه جدا يعني كنت صغيره وبالنسبه لاي حد ده حاجه يعني طيب كبيره. طيب انت ما كنتش بيبقى عندك غيره شويه من لعيبه الطايره بيكسبوا واليد بيكسبوا ولا كان عادي؟ طبعا طبعا بس خلي بالك انت مفصل يفصل بينكم وبينهم شبكه ما بين الطايره وما بينكم عشان هما كانوا على طول هما بص احنا كنا بنكسب واحنا صغيرين بس كان كفيرست تيم ما كنا ما بيكسبوش فبالنسبه لي وانا صغيره على طول بكسب فاني اطلع ما كملش في ان انا بكسب دي اكيد هتبقى حاجه صحيح حاجه صحيح. صعبه جدا صحيح. فكنت طالع لا هو احنا لازم نكسب هو احنا زي ما احنا بنكسب تحت نكسب فوق صحيح غير ان هم كمان بيكسبوا فاحنا مش معنى الباسكت مش موجود لا الباسكت لازم يبقى موجود لازم ناخد وضعنا. طب انا ما سالتكيش مين ماسك الاهلي جوه مصر ولا جوه مصر وبره؟ هو جوه مصر صراحه ما فيش قوي بس بره مصر على مستوى الولاد بلاش بنات يعني لا مش طب بره مصر بره مصر انا بحب ليبرون جيمس بس هو مش البوزيشن بتاعي بس انا يعني بحبه جدا كل العالم بيحبه على فكره لا في ناس بتحب بتفضل كوبي براينت عن ليبرون جيمس يعني بيقولوا ان ليبرون جيمس مش يعني مش ليبرون قوه فتاكه رهيب ليبرون جيمس بيشغل عقله شويه سوري كوبي براينت بيشغل عقله شويه و يعني طب على مستوى محلي ما فيش حتى سيدات رجال حد في نفس مركزك؟ لا يعني اسماعيل احمد بس لو كنت شفت اسماعيل كابتن اسماعيل طبعا شفته طبعا لو حضرتي ماتش شفته كان في بطوله عربيه كده كانت في اسكندريه كنت انا في المنتخب معسكر كنا بنروح نتفرج عليهم كان رهيب هو يعني يمكن انتوا ما حضرتوش ماتشات او يمكن بعد الثوره الدنيا هدت كتير في البلد فانتوا ما شفتوش يعني ماتشات اللي هي ما حضرناش الاجيال القديمه صحيح جاد عايز اسمع منك كلمه اخيره امنيتك مع الفرقه ايه؟ طموحاتك ايه؟ يعني بصراحة الواحد بيتمنى إن ربنا يعني
يكلل مجهودنا وتعبنا اللي احنا بنتعب فيه، ونقدر نحقق حاجه للنادي الاهلي واسم النادي الاهلي، ان احنا على الاقل نكسب الثلاث بطولات اللي احنا موجودين فيهم. السنه المحليه اللي بنشارك سيبنا واحده خلاص الحمد لله. الحمد لله يعني دي كخطوه اولى. لو في ان شاء الله اي مشاركه مثلا عربيه او قاريه ان شاء الله يعني نقدر نحقق حاجه نشرف بيها اسم النادي الاهلي، ونحس ان احنا حققنا طموحنا، وان احنا ربنا يعني جزانا خير بتعبنا وشغلنا اللي احنا بنشتغل. طول ما انتوا بالروح دي يا كابتن هتحققوا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دكتور نورتني، دكتور محمد جاد مدرب عامل فريق، نورتني وشرفتني، والف الف مبروك، ونحتفل بيكم ببطولات اكتر واكتر ان شاء الله يا رب. شكرا يا كابتن عايز. شكرا. منى يحيى نورتني وشرفتني، والف سلام عليك، وترجعي الملعب بكره ان شاء الله يا رب. يعني بشكر جنة مصطفى، نورتيني وشرفتيني، ومزيد من التوفيق ومزيد من الاغاني الالتراس في الاوتوبيس. ان شاء الله. ميرسي. اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل وهنستمر في استقبال ضيفتنا، خلينا بقى نقول نتكلم بالصح يعني، وبطلاتنا بطلات دوري المرتبط لكرة السلة. فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني. نكمل معانا من الفقره الاولى والثانيه. برحب بهبه عبد الرحمن لاعبه الفريق الاول لسه من الصعاده السنه دي، وكان ليها دور برده مع الفرقه، دور كبير برده. هبه منورانا. ازي حضرتك؟ من حضرتك. والف مبروك. ربنا يخليك. وبرحب بضيفي طبعا اللي شرفني في الاستوديو، الكابتن احمد ابراهيم اللي كان ضيفنا قبل كده في حلقات ثانيه، مدير فني فريق 16 سنه للبنات وبطل طبعا المرتبط هذا الموسم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم. منورنا دايما كده في معانا في كل بطوله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اهلا بحضرتك يا هيثم. وبيكون معانا طبعا كابتن فريق المرتبط. الحقيقه احنا طبعا كان نفسنا كل فريق المرتبط يكون معانا، ولكن ضيق الوقت والمكان ما يعني ما قدرناش طبعا كل فريق يكون معانا، بس اكيد هيكون معانا في حلقات ثانيه، واكيد هروح لهم الملعب وهنصور معاهم لان هم يستحقوا، لان هم ابطال. معانا كابتن الفريق منة الله اسامه النمر. ازيك يا منة؟ الحمد لله تمام. مبروك. ميرسي. منوره الاستوديو. منوره الاستوديو. ربنا يخليك. خلينا نبتدي يعني مع كابتن احمد. يمكن المرتبط كان عليه مسؤوليه كبيره،
وكل سنه هو اللي بيتحمل على عاتقه دوري المرتبط. يمكن السنه دي شفنا شكل غريب شويه، المرتبط لوحده والدرجه الاولى لوحده كل فريق على حده بيكسب. شايف ده اتحقق ازاي يا كابتن احمد؟ هي مسابقه المرتبط طبعا بتبقى صعبه في اولها، لانك انت بتبدا من بدايه الموسم ماتشات صعبه، فعشان البنات تبدا تاخد الموضوع ده بتبقى الموضوع صعب شويه. يعني انت اول اسبوع بدانا صيد هو بطل المرحله السنيه دي في 14 سنه جدا. فالحمد لله اللي انت تقدر في الفتره بسيطه جدا البنات توصل للمستوى ده، فده الحمد لله. يعني هم كانوا على قد المسؤوليه، ومن اول اسبوع احنا كاسبين الصيد عندنا في الملعب. يعني موضوع دوري المرتبط بتبدا، انت المفروض تبدا البطولات تدريجي على طول. بتبدا تدريجي، لا انت بتبدا ماتشات جامده على طول في مباريات المنطقه والجمهوريه تدريجي سهل بالظبط. المرتبط انت بادئ على طول ماتشات جامده، والبنات عليهم يعني ضغط من اول الموسم، يعني بتبقى الموضوع صعب جدا. صحيح. بقول يا كابتن، اول ما بدات الموسم حسيت انت محتاج دعم من الخارج ولا حسيت؟ لا الحمد لله، احنا يعني كنا محتاجين دعم طبعا في بعض المراكز، وكابتن ايهاب وكابتن نبيل بصراحه يعني في الحته دي كويس قوي. جبنا بنتين من الشيخ زايد، هاله وهاجر، وجبنا ساندي من هليوبلس. كنا محتاجين في بعض المراكز عشان السنه الجايه كمان طبعا. يعني كمان السنه الجايه المرتبط تبقى كويس. البنتين اللي من الشيخ زايد صغارين قاعدين السنه الجايه، ساندي سنتر محترم جدا. فكنا من بعض المراكز يعني اللي جبتهم اغلبهم 2003 2 2003 وواحده 2002 بحيث ان ال 2003 مكملين السنه الجايه بالظبط. بالظبط. واحنا كمان بنعمل حاجه السنه دي الحمد لله، يعني الفروق قليله جدا. فهتلاقي كل مره كل جيم بيلعب 2003 مثلا 3 4 5 لعيبه في كل جيم، يعني المستقبل حتى السنه الجايه في المنتخب. الحمد لله الدنيا الموسم اللي جاي هتبقى الدنيا كويسه ان شاء الله. طب قول يا كابتن، يعني خلينا نقول مين اللي كان بينافسنا في المرتبط اقوى فرقه؟ بص، طبعا بعد خروج الصيد هي سموحه. مش ده مصلحه؟ طبعا يعني مش سبورتنج اللي مرتبط. لا مش بينافسنا بصراحه. احنا فريقنا احنا كاسبينه في اسكندريه 20 بونت وهنا 20 بونت. فكان الدنيا كانت بنفسك سموحه. سموحه جه عمل ماتش عندنا هنا ما كناش متوفقين فيه، خسرنا 4 بونت. لميت البنات قلت لهم ولا حاجه، احنا قدها حدود، وارد ان انت ما توفقش في ماتش لكن تقدر ان شاء الله تكمل، انت بطل. وكلمتهم الحته دي، هم بصراحه كانوا قد المسؤوليه جدا. رحنا اسكندريه هناك كسبوا الجيم وكنا كاسبينه بفرق كبير الحمد لله، وكسبنا هناك كان 11 بونت وصل 8 بونت في الاخر. يعني هم كانوا قد المسؤوليه يعني جدا. رديته الحمد لله الحمد لله بالظبط. هو ده الماتش الوحيد اللي خسرناه. الف مبروك يا كابتن حاج، نتيجه جميله ومشرفه بصراحه. يعني انا عايز بس اشكر كابتن ايهاب الالفي على ثقته فينا الموسم الثاني على التوالي. الحمد لله. وكابتن نبيل بخيت بصراحه الراجل ما بيخلش عنا باي معلومه، معاه في الملعب معاكم في كل معانا في الملعب بالظبط. كابتن نبيل كلمناه عشان يبقى معانا في السوق. انا عارف رفض، قال انا هكون في الملعب. فهو قد ايه هو مهتم. لو بعدين ما بيخلش يعني معايا في كل الجيمات اي حاجه بيه. فدي بتبقى بصراحه انت عارف، انت ما حد كمان بيقيمك بتبقى انت عارف انت فين. دي مهمه جدا يعني. بتحس ان رئيس جهاز الناشئات في ظهرك برضه بيكل وبيكل. احنا كلنا جهاز بنشتغل تيم ورك. كله هتلاقينا في ماتش الدرجه الاولى كل الناس واقفه، ممكن ما نكونش واقفين باينين لكن كل الناس واقفه. ماتش جميل عندكم يا كابتن. 13 هتلاقي 4 5 مدربين، 16 نفس القصه، 18 نفس القصه. دي في حد ذاتها بصراحه كابتن ايهاب عامل حاله كويسه جدا. دي الحاله دي بتيجي مع كل الفرقه يبقى الموضوع يختلف خالص. بالظبط. دي حقيقة. خلينا اروح لك يا منة. يعني يمكن انت طبعا بنت دكتور اسامه النمر، كان ضيفنا في استوديو تحليل المباراه الختاميه بين الاهلي وسبورتنج. خلينا اقول انت طالعه من بيت باسكت طبعا، اخوكي وانت والدنيا كلها ماما وبابا وعماني ومامتك. فهو طبعا يعني اكيد ده انعكس عليكي في الملعب اكيد. توجيهات، قولي لي اكتر حاجه بابا فرق معاكي من صغرك وانت جوه النادي الاهلي ده. واكتر حاجه لما برجع مثلا متضايقه من تمرين، يعني بلاقي حد فاهم يكلمني تاني. يعني في الاباط والامهات احيانا ما بيبقوش فاهمين لدرجه ان هم ينصحوهم، بس هو فاهم يعني النصيحه بتاعته بيبقى عن فهم وخبره. صحيح. فبصراحه هو واقف جنبي في كل حاجه، فلازم اشكره هو وماما بجد. طبعا كل الشكر ليه. دكتور اسامه راجل يعني قامه كبيره يعني. طب خليني اتكلم على كابتن احمد شويه. يمكن انتوا اكيد المكسب ده ما بيجيش في السن الصغير 14 15 16 سنه، لازم اللاعب يكون بيحب مدربه.
بامانه سيبك من احنا في الاستوديو وانسى كابتن احمد قاعد جنبك خلاص البطوله خلصت شايفه في حاله حب ما بينكم يعني المدرب لما بيزعق بتتقبلوا ده لما بيلمكم بتسمعوا كلامه في الحاله دي بينك وبين المدير الفني لا اول حاجه كابتن احمد ابراهيم هي دي تماما على السنه اللي فاتت الحمد لله كان لازم تشوفه كان عامل ازاي السنه دي هو اهدى بكتير واحسن بكتير في المعسكرات بنقعد مع بعض بنتكلم احسن يعني قربنا من بعض كتير قوي عن اي سنه فاتت وخلينا نقول طب ايه اللي شايفاه السنه دي مختلف عن اي سنه؟ هو الحب يعني كان سافر في تفرق شويه بين الناس يعني بس السنه دي الطف بكتير هو يعني اشتغل على الحته دي بصراحه كويس بص احنا اما كسبت البطوله انا السنه اللي فاتت هقول لك ما حسيتش ببطوله المرتبط بصراحه السنه دي انا حاسس ان انا كسبت البطوله فعلا البنات كلهم ال 20 بنت كلهم فرحانين كلهم في الملعب حاجه يعني منك التجلس فنيا في اخر ماتش بعد ما قرينا الفاتحه ورحنا كله جري عليها كل الفرقه فدي في حد ذاتها ده مكسب بصرف النظر بقى انا كسبت خسرت ده مكسب البنات كلها ملموم ده مكسبي يعني مش بصرف النظر صحيح. حتى لو كنت خسرت بس البنات حابين بعض وحابين دي ودي كانت كابتن هاب دايما اول ما قعد قال لي في بدايه السيزون قال لي اهدى شويه انت بتشتغل وبتتعب بس بتضيع دي بحته العصبيه شويه فانا فعلا يعني قعدت مع نفسي مش عصبيه انا ما بقولش دي عصبيه بس انا بقول ده غيره وحب لشغلك فانت بتبقى عايز تعمل احسن حاجه دي حقيقة انا قعدت جنبك في ماتش برضه وشفت الموضوع ده ماشي ازاي الحمد لله اتمنى وليد يعني حاله الحب اللي ما بين اللاعبات اكيد فرقت في الملعب خلينا نتكلم على ماتش سموحه اللي كان عندنا في الصاله وفي سيرناه يعني حسيت بايه بعد المباراه يعني احكي لي من رحله سموحه اللي خسرناها في ملعبنا لغايه ما رحتوا عوضتوا الهزيمه في ملعب سموحه اول حاجه احنا ما كناش متوقعين تماما يعني خالص احنا داخلين وعندنا ثقه كامله وبشجعهم وبقول لهم لا يمكن وما كانوا خايفين شويه بس انا ايه ما كنتش يعني ما فكرتش في الموضوع كده خالص بس فاكيد اتفاجئنا يعني بس يعني الحمد لله قدرنا نتلم تاني ونعمل سموحه هناك قطعناهم حاجه جدا من اول كارت رحنا فرقنا على طول نزلنا بقلب بقى وكده ف يعني طب قولي لي مين ماسك الاعلى من مين ايه؟ مثلك الاعلى يعني انت شايفه مين عايزه تبقي زيه؟ هنقول على مستوى الولاد مستوى البنات اي لعيب بره مين؟ ممكن بابا لا بره العيلة خلينا بره العيلة يبقى ماما يبقى ماما لا خلينا كابتن احمد مثلا طب فريق الدرجة الأولى يعني في البنات؟ فريق الدرجة الأولى هلا مصطفى بحب العبها قوي هلا مصطفى بتلعبي نفس مركزها؟ انا 5 و4 5 و4 بتلعبي نفس المركز انت عاجبك ايه في لعبها اللي شايفاه ان انت عايزه تبقي زيه؟ يعني لها قلب وروح وسريعه تلم ريباوند طويله يعني في جرأة هي فيها كل ما شاء الله المواصفات يعني انا بحب لعبها قوي انت عندك جرأة في الملعب يعني منى عندها جرأة في الملعب كابتن لا ومنى كمان السنه دي بتشوط يعني كمان فتح لنا في الثلاثه بونت ما شاء الله يعني فدي كمان مديها ميزه ما شاء الله يعني ماتش سبورتنج الاخير شايطه كان سبورتنج ابتدى يرجع للجيم راحت شايطه ثلاثه رجعتنا تاني لا ما شاء الله يعني قولي لي برده في فرقتك مين شايفاهم يعني عشان برده حابه تقولي ان كان ليهم دور كبير احنا مش عايزين ننسى حد طبعا بس خلينا نقول اكتر اللاعبات شايفاهم روحا واداء معاكي مين؟ هو انا اكتر واحده شايفاها متبهدله حبيبه مين؟ عشان هي البلاي ميكر يعني هي عندك حبيبه واحده في الفرقه يعني حبيبه محمد هي بنداس عليها قوي يعني عشان هي تقريبا يعني مش هقول افضل بس هي المعتمد عليها اكتر ما شاء الله بس فهي تاخد اكتر وقت في اللعب تتعب اكتر واحده شايلاكم ده مره كان في فاول شوتنج ضيعت اتنين قعدت تعيط ايوه وكان يعني مش هقول بسببها بس خسرنا الماتش ده ما تخيلش قعدت تعيط قد ايه عشان حاسسها بالمسؤوليه يعني اتبهدلت يعني صح هم حاسين السنه دي بصراحه حاسين ان هم انتوا عاملين حلقه قريبين جدا من الثلاث بطولات فحاسين بدي انتوا عاملين حلقه يعني حبيبه مش عايز انسى حبيبه منى النمر جانا عبد الهادي ساندي انا ملك. طبعا ملك شام كتير انا طبعا في كتير اكيد هنجيلكم ان شاء الله الملعب يعني انتوا هتشرفونا في سوريا تاني لان انتوا ده حقكم من الحقيقه نحط الضوء عليكم اكتر ربنا يخليك يمكن اروح لكابتن ايهاب احنا وقفنا عند حته دعم الفريق يا كابتن ايهاب وقلت انا حاولت ادعم الفريق حتى اخرها كان السنه دي حاولت تجيب ميرال اشرف في نادي الشمس وتعصب موضوع الانتخابات في نادي الشمس انا كنت حاضر هذه المفاوضات وحضرتك قلت انا هلعب على محور تاني اتفضل يا كابتن بس انا ما كانش في اي تدعيم خلاص انا فكرت في حاجتين ان انا احاول ارجع هاله مصطفى كانت خلاص درستها في امريكا فلازم احاول ارجعها والحمد لله اتوفقنا ان هي جت السنه اللي فاتت والسنه دي مضت من اول الموسم بدري والامور استقرت الحمد لله وريم موسى كانت محترفه في التشيك فجت على النهائيات
ده السنة اللي فاتت. ده السنة اللي فاتت وكنت مصعد البنات من تحت 18 سنة زي السنة دي بالظبط، ومصعد خمس بنات منهم طبعا هبة. منهم هبة اللي دلوقتي هي في الدرجة الأولى رسمي خلاص. هي في الدرجة الأولى. هو ده النجاح بقى. زي ما أحمد كده كابتن أحمد بيقول من الأول إن أنا وكابتن نبيل وكابتن موسى أنا اتفقنا إن بنبني النادي من أول 10 سنين يا كابتن. زي ما بتيجي الملعب وتشوفهم كده فعلا كابتن نبيل بذل مجهود كبير جدا. مدعمين من يعني من اول 12 سنه احنا مدعمين الفرقه الحمد لله. والجيل السنه دي جيل منا نمر 2002 2003 الحمد لله هو بطل المرتبط، ان شاء الله يبقى بطل الجمهوريه، وان شاء الله يبقى مستقبل النادي. في عناصر كبيره جدا، احمد تعبان معاهم جدا. وانا كل ما الحقيقه كل ما بخش صاله كابتن بلاقيك قاعد. لا الحمد لله انا وكابتن نبيل من اول تمرين لحد اخر حتى عم بشوف كابتن احمد صراحة. حتى لو ما فرقته ما تمرنش انتوا كجهاز قاعدين في الملعب. هو هي دي الروح اللي احنا بنقول عليها، احنا اسره واحده، كلنا واحد، كلنا ورا فرقه المرتبط. لما يكون المرتبط بيلعب كل النادي ورا فرقه الدرجه الاولى وهو بيلعب. ما فيش، هي مسميات بس مش اكتر، لكن احنا بنشوف مصلحه النادي. طب فين كابتن خليني اقول برضو حته مهمه عشان الناس تسألت، وانا افتكرت الموضوع عايز حضرتك تقول. يعني ريم موسى لما جت شاركت، طبعا ريم لعيبه كبيره في اوروبا وكده، وكان البديل ساره المغربي. يمكن في ناس تسألت اثناء المباراه يمكن ساره لعبت اقل شويه. انا سألتك حتى خارج الهواء، حضرتك قلت لي لا دي هي كانت مصابه. معلش عايزين نوضح دي كمان للناس. المباراة الأخيرة دي كانت سارة بقالها 3 أيام اتأخرت على المعسكر لأن كان عندها امتحان في الجامعة الأمريكية، فما جاتش أول مباراة، وإحنا سافرنا قبل الدورة بيوم، وما حضرش التمرين اللي قبل اللي في القاهرة ولا التمرين اللي في اسكندرية، ما كانتش جاهزة ولا المرة، بقالها 3 أيام ما كانتش موجودة في اسكندرية. ساره من اللعيبه المهمه واللعيبه الاساسيه جدا. كان ليها دور كبير في دوره المرتبط طبعا، وكان ليها دور كبير في الكاس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الكاس كانت بتلعب ساره لعبت حاجه 30 دقيقه وريم موسى لعبت 15 دقيقه. صحيح. احنا ما عندناش مشاكل مين يلعب قد ايه يا كابتن ياسر، مين متوفق النهارده ومين ماشي ما عندناش اي مشاكل الحمد لله. لكن ساره من اللعيبه المؤثره واللعيبه الكويسه. ساره كان عندها اصابه بس عندها في ظهرها ديسك، وده اللي بعدها حوالي شهر ونص او شهرين في فتره الاعداد. فساره بترجع واحده واحده ان شاء الله ويبقى ليها دور كبير لفورمتها ومستواها ان شاء الله. وساره من اللعيبه المؤثره. طبعا بس حبيت اسير الموضوع ده عشان يعني نقول عليه. بس انا عايز اروح لهبه. هبه انت اول سنه درجه اولى. نعم. طب قولي لي بقى هبه، انت كنت مصعده من السنه اللي فاتت، يعني معنى كده ان كابتن هبه بيثق فيك. نعم. شايفك ان انت يعني كتر او وينج صاعد يعني بقوه. نعم. عايزه تحققي ايه مع الدرجه الاولى؟ والله هو اي واحد يتمنى ان هو يبقى في الدرجه الاولى مع كابتن ايهاب في النادي الاهلي، فده كان شرف ليا ده في الاول يعني. واكيد عايز احقق معاهم كل حاجه كويسه ان شاء الله. ناخد الثلاث بطولات النهارده وان شاء الله نشارك في بطولات افريقيا وبطوله عربيه. مين بيلعب في مركزك في الفرقه؟ يعني مين من البنات اللي في نفس المركز ده؟ جيش طبعا. طبعا. لا بس خلي بالك هو اللعيب الصغير عشان يثبت نفسه وهو طالع بياخد ثقه المدرب الاول، بس لازم مجهود زياده. ايوه طبعا. انت عارفه ده؟ طبعا. ومجهود زياده، ومش بس مجهود زياده، واداء في الملعب، يعني ممكن تاخد دقيقه يثق اكتر ينزل دقيقتين. انت بعد كده عشت ده كمان، غير ان انا عارفاه انا كابتن ايهاب برضو بيدينا فرص حتى ايا كان مين، حتى لو متصاعدين. اللي بأدائه بيبقى كويس بيزود التايم بتاعه، لأدائه بيفضل كده بينزله تاني. لكن كابتن ايهاب طبعا اي حد بيبقى كويس ايا كان سنه ايه بيلعب. طب قولي لي انت، يعني السنه اللي فاتت تم تصعيدك، السنه دي انت رسمي درجه اولى. خلينا نقول ان انت بنت نادي الاهلي مش كده هبه على طول؟ خلينا نقول انت يعني اول ما تم ابلاغك، بلاش السنه اللي فاتت، اي قبل ما كابتن هبه يجي اكيد كان الناس حاطه او المديرين الفنيين السابقين حاطين العين عليك، شايفيك لعيبه كويسه. اول ما تم اخبارك ان انت طالعه الدرجه الاولى تمرين مع الدرجه الاولى، كنت حاسه ان ده شرف كبير؟ كنت حاسه ان ده حاجه كويسه وحمسك اكتر؟ ايوه طبعا. اي حد اي لعيب بيتمنى ان هو يبقى مع الدرجه الاولى، وبالذات طبعا بتبقى صعبه جدا ان انت تبقى من 18 سنه لدرجه اولى في نادي الاهلي، فدي حاجه كويسه جدا طبعا. وكان شرف ليا ان انا اتمرن مع لعيبه كويسه جدا زي اللي عندنا هلا وكابتن دينا. مش 20 مش كده هيبقى؟ مفيش 20 سنه. لا ما عندناش من 18 في السنه. الناس فاهمه ان في 18 بعد كده 20. بالنسبه للانسات 18 بعد كده يطلعوا الدرجه الاولى على طول. طب خلينا نقول مين مسك الاعلى؟ يعني انت برضه وانت طالعه اكيد بتقول انا نفسي ابقى زي فلانه، لا نفسي ابقى زي فلان، مين مسك الاعلى؟ يعني والله انا ماسك الاعلى سهى فكري. سهى فكري انت فاكراها؟ طبعا.
طب يا كابتن هبه الزغاريد كويس هبه ما شاء الله يعني عندها ثقافه شويه في الباسكت من صغرها وهي بتحب الباسكت. ليها حد في عيلتها بيلعب باسكت؟ لا لا مش عندها حد بيلعب بس اخوها كان لعيب باسكت اه لعيب باسكت كويس. هي هبه شويته كمان هي ميزه ان هبه في سنها هي انا بحب الشويته هي شويته طبعا انت طول عمرك شويته انا بحب الشويته بعد كده كابتن هيثم هبه هتبقى ضيفتي على طول انت بتقول كابتن هيثم قلت شويته لا لا هتبقى طب قولي لها هبه يعني انت بتميزي في الشوط يعني كابتن هبه اكيد بيبقى شايف فيكي حاجه كويسه. الموضوع ده محتاج تمرين خلي بالك كتير ومحتاج تدي نفسك وقت. الدراسه مساعداكي؟ والله يعني احنا من واحنا صغيرين قوي متعودين نعمل بالانس ما بين التمرين والمذاكره وكده. هو طبعا بعد ما دخلنا جامعه الموضوع اختلف بس برضه يعني اكيد احنا مين اللي تعبان معاكي بقى بابا ولا ماما؟ لا الاثنين طالعين يعني طبعا طبعا تعبانين معاكي لا جدا احنا ثلاثه كمان باسكت مش واحده بس ف ثلاثه بيلعبوا باسكت ما شاء الله والثلاثه برضه ماشيين كويس يعني انت اكبر واحده بالزبط. ولا هم لا انا اكبر واحده اخويا في نادي الجزيره واختي صغيره كابتن فريق نادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله انتوا واخدين السكه ربنا يوفقك يا هبه ان شاء الله تكوني يعني احسن اللاعبات زي ما كنت طالعه بسرعه السير وتظلي ان شاء الله زي ما انت طالعه ربنا يخليك ربنا نورتيني وشرفتيني ربنا يخليك شكرا كابتن احمد نورتيني وشرفتيني الف الف مبروك ربنا يخليك يا كابتن منى النمر نورتيني وشرفتيني والف الف مبروك ومزيد من التوفيق ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا تاني طبعا الابطال ابطال دوري المرتبط للسيدات. خلينا نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم تاني. حضراتكم من جديد بنواصل طبعا احتفالنا وتكريمنا لبطلات دوري المرتبط لكره السله السيدات. يمكن كابتن ايهاب الالفي طبعا مستمر معانا من الفقرات السابقه ودينا عمرو طبعا كانت معانا فقره سابقه. برحب بزينب الزيني اللي انضمتنا في الاستوديو لاول مره. اهلا بيك يا زينب. اهلا وسهلا بحضرتك والف مبروك على البطوله. الله يبارك في حضرتك. يمكن يا زينب انت بتلعبي نفس مركز كابتن ايهاب الالفي بتلعبي في بوزيشن 3 و4. خلينا نقول بتحبي تلعبي اكتر ايه 3 ولا 4؟ لا الصراحه 4. 4 اصل انا شايفه ان يعني اللي كان بيلعب ثلاثه زمان سهل قوي يلعب اربعه لكن العكس مش صح. برافو عليك لان ثلاثه بيبقى متاسس على المهارات اكتر لما بيخش مع الاربعات بيبقى فارق عنهم في المهارات. بالذات كمان في السرعه يعني. طب قولي لي انت بقالك كام سنه مع الاهلي؟ لا ده من زمان قوي يعني مثلا دي سنه ال 12. ما شاء الله. طيب خليني اقول انت حضرتي الفتره الاخيره من مثلا 2012 احنا دلوقتي خمس ست سنين. ايه المختلف دلوقتي عن قبل كده؟ لا دلوقتي بقى فيه اهتمام اكتر بالباسكت والبولي. الاول كان الاهتمام كله بالكوره لكن دلوقتي انا شايفه الجماهير متابعينا ودي حاجه بتحفزنا جدا يعني بتخلينا عندنا حماس اكتر ان احنا نعمل كل حاجه نقدر عليها عشان نساعدهم زي ما عشان هم بقوا مهتمين بينا يعني. طب وشعوركم ايه بقى لما الناس بدات تعرفكم يعني مثلا قناه الاهلي احنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا نكون جنبكم ونكون وراكم ونزعلكم المباريات
على قد ما بنقدر طبعا. ولكن يعني شعورك ايه وانت ماشيه في النادي، بدات الناس تعرفكوا وتشاور عليكوا؟ طبعا دي حاجه حلوه جدا يعني وبتحفزنا جدا. يعني احنا السنه دي ان شاء الله نفسنا ناخد الثلاثيه زي ما كابتن ايهاب قايل لنا من اول السنه عشان نسعد الجماهير دي كلها، عشان بجد احنا نفسنا نسعدهم. صحيح. طب قولي لي، خلي بالك دي مسؤوليه والموضوع مش هيجي بالكلام بس، يعني هيجي بتمرين والتزام وتعب وعرق ومجهود واخلاص وترابطوا مع بعض. انتوا جاهزين لده ولا لا؟ احنا من اول السنه كابتن ايهاب وكابتن جاد الصراحه عاملين فتره اعداد رهيبه، فاحنا جاهزين السنه دي جامد جدا، وان شاء الله ان شاء الله هناخد الثلاثيه بدون هزيمه ان شاء الله. خليني اقول لي مين مسك الاعلى على سواء السيدات او الرجال؟ كابتن رحاب الغنام. كابتن رحاب الغنام، حضرتيها فاكره بتلعب ازاي ولا سمعتي او شفتي تسجيلات؟ لا شفت تسجيلات وسمعت عنها طبعا. بس الغريب ان كابتن رحاب اولادها ما طلعوش بيلعبوا باسكت، طلعوا بيلعبوا طايره. الكابتن حمدي الصفر غريبه شويه، يعني الطايره تحس ان يعني لما بيكون في يعني الطايره بتنافس الباسكت تلاقي لا الطايره كسبانه في الاخر. لا كابتن حمدي اثر اكتر بس. كابتن حمدي اثر اكتر. وكابتن حمدي شويه الجينات طاغيه. كابتن حمدي سيطر بس. طب سيطر. طب قولي لي، خلينا نقول نفسكم الجماهير تحضر اكيد. ده اكيد، ده يعني انا اعتقد ان الجماهير لو حضرت احنا مش هيبقى فيه يعني فريق يقف قدامنا. فريق هيقف قدامنا. طيب يعني خلينا اقول انه صعب يبقى في المستوى المحلي تلاقي الجماهير، بس ممكن بطوله عربيه اللي جايه اللي بنظمها النادي الاولمبي ممكن يكون في جماهير. مستنيين البطوله دي ولا لا؟ طبعا احنا ان شاء الله يعني نفسنا نشارك فيها. اعتقد لو الجماهير جم احنا هناخد اول ان شاء الله. صحيح. طب قولي لي زينب، انا دايما بتك على حته الروح شويه، يعني المكسب بيجي من على البنش. اللعيب اللي بيبقى على البنش تصادف وجوده على البنش، ممكن يكون لعيب كبير وكويس وبس قاعد في البنش، ممكن يبقى لعيب ما بيلعبش كتير الفتره دي. الروح دي بيبقى ليها تاثير، وكابتن ايهاب لعب على الموضوع ده. انتوا كبنات مصرين تحافظوا على الروح دي ولا لا؟ اعتقد ان احنا احسن حاجه فينا كفريق النادي الاهلي الروح، يعني اعتقد ان الناس كلها بتقول ان احنا احسن روح في مصر، فطبعا ده يعني حاجه كويسه جدا. ويعني كابتن ايهاب دايما بيقعد معانا ويقول لنا يعني لازم كلنا نبقى قلب واحد، عشان في الاخر احنا كلنا بنكسب، ما فيش حد واحد بس هو اللي بيكسب. صحيح. ففي الاخر دي حاجه لينا كلنا. صحيح. فعشان كده الصراحه انا شايفه ان احنا احسن روح في مصر. صحيح. طب دينا، انت لما بتحسي اكلم بصراحه كابتن الفريق، ولما لعيب ما بيلعبش مثلا او لعيبه ما نزلتش، كابتن ايهاب شايف ان الجيم مش محتاج لها، اكيد التشغيل بيبقى كويس وكل حاجه، بس ممكن لما نرجع الاوتيل بيبقى فيه شويه زعل، بتعملي انت ايه بقى في الدور؟ هو فعلا ده بيحصل على فترات كتير قوي. طبعا بيحصل كتير. ايوه راح اتكلم مع كابتن ايهاب طبعا، يعني بحاول اوصل له وجهه نظر البنت اكيد انها ما لعبتش، هي كانت متضايقه من ايه، هي كانت نفسها تعمل ايه، فبحاول ان انا اتكلم معاه واوصل له الكلام بطريقه كويسه. وهو اكيد طبعا الراي في الاول وفي الاخر بيبقى ليه، يا اما ياخد بكلامي يا اما هو بيبقى ليه وجهه نظر ثانيه طبعا. بس انا الى حد ما بحاول ان انا بقول لها كلنا اتحطينا في السيتويشن ده قبليكي كتير، بس بالعكس انت فرصتك احسن، انت طالعه فعلا كل واحده في البوزيشن بتاعها بتقدر انها ليها فرصه مره واثنين وثلاثه. كابتن ايهاب حتى مش بالظبط كده، دي حقيقه. كابتن ايهاب فعلا مش بيفقد الثقه في حد بسهوله، ف يعني هما بجد محظوظين ان هما ليهم فرص، احنا زمان ما كناش كده خالص، دي حقيقه. فعلا تعبنا عشان اصلا ننزل ماتشات او حتى نتحط في سكور شيت او كده، بس فما بعد اتكلم معاهم وكده هما الحمد لله بيتقبلوا الكلام كويس قوي، وفعلا لما بينزلوا بعد كده الماتشات بيأدوا بشكل كويس قوي. وبالك الدور اللي انت بتعمليه ده دور مهم جدا جدا، خاصه لما يكون الجهاز الفني بيبقى كابتن او كابتن فريق في ما بينه وبين الجهاز الفني ثقه. يعني كابتن الفريق لما بيكون الجهاز الفني بيسمع لكلامه، والدور اللي انت بتعمليه ده مش عايز اقول لك انه ممكن يكون 30-40% من المكسب. الحمد لله. هو طبعا الموضوع ده ما جاش بسهوله، يعني كابتن ايهاب اكيد انا ما كنتش كده كده اعرفه في الاول خالص ولا اي حد من الجهاز الفني. احنا يعني بقى لنا سنتين احنا جداد مع بعض، فاخدنا فتره قبل ما نبقى يعني فعلا صحاب، وبعدين ده بقى اللي جاب ثقه في حاجات كثيره. فانا الى حد ما يعني الحمد لله قدرت ان انا اكسب ثقه كابتن ايهاب في الحته دي بالذات، وثقه اللعيبه كمان في الاول، لان هم برده مش سهل ان هم يقعدوا يتكلموا معاك. في ناس بتبقى ساعات خايفه، بتبقى مش عارفه تتكلم، بس انا عشان اكيد حاطين في سيتويشن ده قبل كده، فحتى هم ممكن من غير ما يتكلموا انا ببقى مسبقه وبروح اتكلم معاهم بالظبط
عشان انا ما بحبش اشوفهم زعلانين خالص. فبعد ما بخلص معاهم طبعا بقوم رايحه لكابتن ايهاب. عليكي مسؤوليه كبيره جوه الملعب وبره الملعب. يا كابتن ايهاب لو سمحت يا كابتن ايهاب فكر في الموضوع تاني. هو فعلا لا فعلا فعلا بيسمع لي وبيشوف امكانيه التنفيذ. ودي حقيقه يعني هو كمان حتى لو حصل اي حاجه ايا كان السيتويشن هو بياخد دايما المصلحه مصلحه الفرقه فين وبيدور عليها وبيبدا ينفذها. اكيد, أكيد. خلينا اجي لك يا كابتن في الحته دي مهمه جدا لانه انا انت بتضحك طبعا انا عارف الموضوع ده مهم مش كل مره يعني كذا مره بيحصل واكيد بيحصل كلام وانت بتشوف اولا طبعا انت هدفك المكسب وفي نفس الوقت هدفك برضو ان كل دول بناتك ومهم جدا ان هم حاله نفسيه كويسه. خليني اشوف ده بشكل منظور تاني, خليني اشوفه بمنظور مثلا الاب اللي هو يهمه زي ما بيكسب يهمه برضو ان اللاعبات تبقى في حاله نفسيه كويسه. بتحمل المعادله دي ازاي؟ والله الحمد لله احنا زي ما دينا قالت كده انا وزينب قالت ان 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 قوه فرقه النادي الاهلي في الباسكت بول بنات هي في روحها فعلا يعني هم روحهم كويسه جدا جدا ودي حاجه طبيعيه. خلينا نتفق ان اي لعيب مش يعني ما بيلعبش او بره السكور لازم يزعل. صحيح. وانا بقول لهم كده انا عارف ان هي زعلانه بس انا احنا في القايمه عندي 15 بنت, عندي فرح خالد ما شاركتش معاه في دوري المرتبط عشان عندها ماسترز في الاي او سي فاعتذرت مني دوري المرتبط ان شاء الله ترجع تلحق. فانا عندي 14 في القايمه ومصعد خمس بنات من تحت 18 سنه فاحنا قايمنا 19. اخر واحده سافرت, عندي بنت في ال 18 سنه لسه مسافره اخر مباراه في المرتبط حبيبه حاتم جالها منحه دراسيه في هاي سكول في امريكا. فاحنا دلوقتي 18 فكنا 19 ففي دايما سبعه كل مره بره السكول. صحيح حاجه مش سهله لكن لازم يتقبلوا ده يعني بتبقى هم فاهمين. هم خلاص هم فاهمين الاول كانوا بيزعلوا شويه دلوقتي الزعل قل. لا في زعل في زعل سيستم ماشي على كل لا في زعل ستيل في زعل طبعا الزعل اللي هو مش زعل بقى لا غير عايز العب غير الغير ده انا بس دي حاجه كويسه بقى ان الكومبيتيشن اللي بينهم ده كابتن هيثم بيخليهم يدوا اقصى حاجه ويلتزموا اكتر حاجه عشان في النهايه احنا بنكسب ونكسب خلاص المكسب علينا الفرقه كلها بتكسب خلاص. زي لو حتى جابوا اللقطات او في التقرير هتلاقي روحهم الماتش بتاع سبورتنج الاهلي الخمسه السته الاوتسايد سكور مع فرقه المرتبط كلنا بيشجعوا قبل اللي موجودين في السكور. صحيح هو ده النجاح وهي دي فرقه النادي الاهلي وده اهم نقطه في النجاح ودي فرقه ده روح النادي الاهلي ودي مبادئ النادي الاهلي اتربينا عليها. اهم حاجه مصلحه الفريق ده اللي تهمنا الاول. احنا الحمد لله ال 19 دلوقتي وزي ما هم يعني اتعودوا ما عنديش فرق كبير قوي بين مين طالع من تحت السله. احنا جوه الفرق يعني عندي ريم اشرف من 19 سنه بتول عادل يعني لازم احييهم واشكرهم ناس خالد سلمى مصطفى الاربعه اللي كانوا مع حبيبي حاتم الخمسه دول 18 سنه زيهم زي لعيبه دول مستقبل زيهم زي احنا زي بعض مفيش فرق كلهم بيقعدوا مع الكبار مفيش فروقات كتير جدا بيخشوا ال 12 وناس من الفرقه الاساسيه كتير ماتشات كتيره بره السكور ما عندناش مشكله الحمد لله بس اهم حاجه ان احنا فكر يا احترام كابتن ايهاب وده على فكره سر تفوقك. بس خليني اقول يعني لزينب اكيد انت ليكي طموحات مع الفرقه شايفه ان كل ما بتكسبوا كل ما الناس بتركز اكتر كل ما بيبقى عبء عليكوا اكتر. يعني انا عارف ان انت لعيبه حماسيه برضه شايفه ده ازاي؟ هل ده هيجي بسهوله ولا برضه هنفضل متشعبطين في الفرصه وماسكين فيها بايدينا واسنانا؟ يعني انا اول حاجه انا احلامي مع الفرقه طبعا ان احنا ناخد الثلاثيه السنه دي وان شاء الله لو نشترك في بطوله عربيه او بطوله افريقيه انا اصلا شايفه بقى حاجه ان احنا مش كسبانين بطوله بس احنا كسبانين كذا حاجه. كسبانين ان 19 بنت كلهم شاركوا ودي حاجه مش بتحصلش في اي فرقه. صحيح. وما عندناش حد كبير وحد صغير احنا كلنا قريبين من بعض في السن كلنا يعتبر صغيرين. صحيح. فدي حاجه في مستقبل النادي. صحيح. فانا شايفه ان احنا خارجين بكذا مكسب. صحيح الهدف الكبير هو الاسمى من اللاعب يكون ليه هدف لنفسه هو. بالظبط. زينب نورتيني وشرفتيني طبعا ربنا يخليك ونورت الاستوديو والف الف مبروك وان شاء الله مزيد من التوفيق. الله يبارك في حضرتك. دينا نورتيني وشرفتيني. هيثم ميرسي لحضرتك يا رب. على كابتن فرقه والملعب باذن الله. باذن الله يا كوتش. كابتن ايهاب نورتيني وشرفتيني يعني حوار جميل وربنا يوفقك وجود لك في مسيرتك
ان شاء الله نحتفل معاك مع بالدوري السوبر وبطوله الكاس ان شاء الله. ربنا يخليك يا باسم يا رب ان شاء الله، ونتمنى يا رب ان شاء الله دوري السوبر وكاس مصر، وان شاء الله بطوله عربيه وبطوله افريقيه باذن الله ان شاء الله نتمنى، ودايما على طول نبقى في قناه النادي الاهلي بانتصارات يا رب ان شاء الله. ده مكانكم، واحنا دورنا اقل دور، انتوا اصحاب الجهد واصحاب العرق، واحنا دورنا ان احنا بس نحط الضوء على مجهودكم وتعبكم. ربنا يخليك يا باسم، ومتشكر كمان مره على التكريم والاستضافه اللي ليها حاجه نفسيه على الفرقه وعلى البنات، ان مجرد ما بنكسب النادي بيكرمنا في القناه، دي حاجه كويسه وده لها تاثير ايجابي جدا على الفرقه. الف مبروك يا كابتن، الف مليون مبروك يا كابتن. اعزائي المشاهدين، هيطلع فاصل، هينضم ليا كل نجوم ونجمات الفريق للجهاز الفني واللاعبات عشان هنحتفل ونقطع التورته زي ما تعودنا مع حضراتكم، ان احنا دايما بنحتفل بابطالنا ونحط الضوء عليهم. فاصل سريع وارجع لحضراتكم. الدنيا يحلق نسر لينا، قولي قولي قولي.
زي ما عودناكم تقليد يا رب ان شاء الله ما تفقعش من قناه النادي الاهلي بنكرم كل ابطالنا سواء رجال او سيدات ان احنا دايما بنقطع التورته بعد كل انجاز يمكن احنا بنبوظ المدربين اللي هم بيعملوه الوزن بيضرب شويه بعد التورته ولكن ده تقليد يا رب ان شاء الله ما تفقعش وهنبتدي ان شاء الله دايما فيه طول ما في بطولات بتخش النادي الاهلي ان شاء الله هنكون في هذا التقليد وبستاذن ضيوفي يعني نبتدي مع بعض تقطيع التورته يلا يا كابتن ايهاب انت صاحب الموضوع اتفضل اتفضلوا يا جماعه كابتن احمد اتفضل يا كابتن احمد معانا اتفضل كله مع بعض يلا احنا بعيد عنكم خالص واحنا بنجيبها من طرف التورته يلا يعني مزيد من الانتصارات ان شاء الله يا بنات وربنا يوفقكم وفي اخر طبعا لقائنا ده لا يسعني غير ان اشكر حضراتكم على طبعا يعني متابعتكم لينا وان شاء الله زي ما بنوعدكم هنكون جنب ملوك الصالات في كل مكان بشكر بطلاتنا وابطالنا ابطال الجهاز الفني واللاعبات على بطوله المرتبط ان شاء الله عندهم بطولتين ربنا يكرمهم فيهم شكرا جزيلا لمتابعتكم والى لقاء اخر مع ملوك الصالات.